بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. في مثل هذا اليوم ذكرى مولد واحد من اعظم رموز النادي الاهلي عبر تاريخه، حامي حمى التقاليد والمبادئ والقيم، ايقونه هذا الجيل والجيل السابق والاسبق، الكابتن صالح سليم الذي نفتقده حقيقه. ماذا كنت تفعل يا كابتن صالح لو كنت موجود بيننا هذه الأيام فيما يحدث في النادي الأهلي وللنادي الأهلي؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وهذا الموعد الذي يتجدد معكم دوما في برنامجكم ملك وكتابة. هي بالفعل ذكرى واحد من أعز الرجال، من أخلص الرجال، من أشجع الرجال. يمكن بيان النادي الأهلي في نعي الكابتن صالح وصفه بكل هذه الصفات، وكلها كانت قليلة عليه. لم يكن صالح سليم مجرد شخص عاش في النادي الأهلي وللنادي الأهلي، لكنه بالتأكيد تاريخ كبير جدا يحوي الكثير من معاني قيمة ورفعة وعظمة النادي الأهلي. مؤكد في ذكرى ميلاد الكابتن صالح سليم يحتاج الجميع إلى تدارس معنى المايسترو وسر عظمة المايسترو اللي هنحاول نتوقف معها قليلا مع المهندس عدلي، لكن دعونا نطرح عليكم ابرز ما لدينا من عناوين. تسمح قبل ما نستطرد في العناوين؟ نتقدم بخالص العزاء لاثنين من رموز الرياضه المصريه، الدكتور علاء مشرف رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاوله ونائب رئيس اللجنه الاولمبيه، وفي وفاه والده الدكتور وفي مشرف أحد رواد تنس الطاولة، وأيضا كان رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، واحد أبناء الأهلي الكبار، واحد أبناء الأهلي، ومن عائلة أهلوية شديدة كلها من أبطال تنس الطاولة. صحيح، البقاء لله مشاطير الأحزان، وأنا نعزي أنفسنا. كما نشاطر الكابتن فاروق جعفر في وفاة شقيقته. يعني هو أسبوع مليء بالأحزان، ولكن أيضا مليء بالعبر، فلنتوقف أمام الموت لنطعن. كل التعازي، كل المواساة، كل الدعوة بالرحمة لوفاة الدكتور وفيق مشرف وشقيقة الكابتن فاروق جعفر، تغمد الله الجميع بواسع رحمته. أبرز عناوين الحلقة: ضربة البداية نفوتها المرة دي، لكن اشتغلنا بقى. وأخيرا، سوء التحكيم ولا سوء الجمعة؟ حلقة فيها الكثير من المعاني اللي لازم نتوقف معاها، خاصة أنها تمثل ضربة بداية لموسم جديد نأمل ونتمنى أن يكون موسما ناجحا إن شاء الله. باشمهندس، 11 سبتمبر، يعني زي ما حدث قلب الكون وأحدث تغيرات كتيرة جدا على سطح الكرة الأرضية مع اعتداءات نيويورك، كانت 11 سبتمبر. 11 سبتمبر عام 30 ولد من أحدث في النادي الأهلي نقلة نوعية تاريخية، لعل بصمته الغائرة فيه تبقى عبر الأجيال. كل الأجيال الجديدة اللي بتحب صالح سليم وبتدافع عن صالح سليم وبتغير على ذكرى واسم الكابتن صالح سليم، لم تعش عهد صالح سليم، ما شافتش الكابتن صالح، ما عايشتهوش، لكن سر عظمة المايسترو كما لمستها أنت إيه؟ اللي حبوا صالح سليم وعشقوه ولم يروه حبوا فيه النادي الأهلي. أيوة، لأنهم يعشقون النادي الأهلي. فلما يروح يمين يروح شمال فوق تحت يصطدموا بأن الكابتن صالح سليم كان الدرع والحامي وقائد لواء حماية المبادئ والقيم التي تقود إلى الانتصارات. صالح سليم أحب النادي الأهلي كما ينبغي أن تحب. أيوة، أي شيء بتحبه. أيوة، كيف نحب من نحب؟ أيوة، أحب الأهلي شامخا، رائدا، متفردا، أحب النادي الأهلي صادقا، أحب النادي الأهلي لا يسعى إلا لحقه ولا يتنازل عن حقه ولا يسعى لحق ليس من حقه، لذلك كان دائما منتشرا. الكابتن صالح كان صادقا مع نفسه فصدقه الجميع. الكابتن صالح كان شجاعا في مواجهة الأزمات فتغلب عليها جميعها.
الكابتن صالح زهد الدنيا فأتت إليه. الكابتن صالح رفض النجومية فسعت إليه. رفض النجومية، كان بيتضايق من حد يشيله. رفض النجومية فسعت إليه. الكابتن صالح لم يطلب شيئا. المثل الذي يقول أذل الحرص أعناق الرجال، لم صحيح. يطلب كابتن صالح سليم يوما شيئا ولم يتمنى مجدا شخصيا، ولذلك عرقه كان في السماء دائما. هيحلوا المجلس يا كابتن اللي عملت كذا، يحلونا يا عم ويريحونا، يا كابتن صالح مش عارف ايه، ما فيش الا كده الاستغناء. تبقى وزير اعمل بيها ايه، تبقى رئيس اتحاد لما يصلحوا الدنيا الاول، استغناء عن كافة شيء. كانت دي قوة الكابتن صالح، فصدقه الجميع. الكل يتحدث انا الاقرب الى الكابتن صالح سليم، ماشي، هو مش مزاد ومحدش هيعرف حاجة لان الراجل في رحاب الله. ايوه، لكن اللي يقول انا الاقرب يبقى هو التلميذ الانجب. ايوه، وانت قريب هتعمل ايه؟ هو ما كانش بيقرب منه غير اللي زيه. أيوة. اول ما فيش حد زيه. لكن اللي ماشيين على كتالوجه، اللي مصدق انهم يحملوا جينات الاهلي. فلما تقول انا الاقرب الى الكابتن صالح سليم، طب هو الكابتن صالح سليم في يوم ما كان هيعمل اللي بيحصل النهارده؟ كابتن صالح سليم كان هيحيط نفسه بمن يخترق النادي الاهلي ويسيء اليه؟ حتى لو كان بيمجد فيه هو شخصيا. الكابتن صالح سليم كان هيسمح لمن يسعى لشق الصف في النادي الاهلي؟ الكابتن صالح سليم كان هيضحي بتاريخ الاهلي وينقله من المقر الاشهار والمقر الواحد، والذي وصل كفاح الكابتن صالح سليم ان يتصدى بالقانون ليحافظ على وحدته ويقول ان هو ده المقر الرئيسي ولا يوجد مقر غيره؟ ها، هو ده كابتن صالح سليم. من يريد ان يقول انا الاقرب الى صالح سليم فليستحضر كتالوج الكابتن صالح سليم في الازمات، والله هيحلها في يوم، هيحلها في يوم. افتقد الكابتن صالح سليم ومعي كل الاهلاويه المخلصين نريد ان نعيد الاهلي الى كتالوج كابتن صالح سليم. الف رحمه ونور على الكابتن صالح سليم، فعلا هنحتاج. خلي بالك من نقطه استاذ ابراهيم، رحم كثيرا الذين عبسونا بتاريخ الاهلي، يقول لك الكابتن صالح سليم وكتالوج الاهلي ومبادئ النادي، ويتحدثون بنوع من الاستخفاف. هذا هو مربط الفرس. مش هم عارفين ان الكوره رايحه جاي، هم عارفين ان النشاط الرياضي رايح جاي، لكن اللي كيدهم قوي كلمه مبادئ وثوابت النادي الاهلي. فلما ينساق بعض المنتمين الى النادي الاهلي الى هذه النغمه، بناقصهم، لان هو ده بالظبط الانتصار الاستراتيجي لمن يكره النادي الاهلي، ان تلتقط هذه اللغه تتحدث بها. لا، ثوابت النادي الاهلي اسبق من النتائج، اسبق من المصالح، اسبق من اي حاجه. الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم يا استاذ ابراهيم. الف رحمه ونور على روح الكابتن صالح سليم. 11 سبتمبر ذكرى ميلاده، لكن هنظل دايما وابدا نفتقد الكابتن صالح، ونحتاج الى تدارس مسيره وتفاصيل سيره صالح سليم. النهارده الاهلي وديا بيلعب مباراه مع الجونه. طيب هنشوف شوارب مجهز لنا عن الكابتن صالح سليم الانسان، نشوف الفيديو. هو صالح السليم الذي عرفه الناس كلاعب كرة وممثلا سينمائيا وإداريا ناجحا، لكن ماذا عن صالح سليم الإنسان؟ هو محمد صالح سليم، المولود في 11 من سبتمبر عام 1930. والده هو محمد سليم خبير التخدير المعروف آنذاك، ووالدته هي السيدة زين الشرف
التي كان والدها من أشراف مكة المكرمة. أما عن المايسترو فقد تعرف على زوجته السيدة زينب لطفي على متن باخرة متجهة إلى الحوامدية، فأعجب بها وقرر الزواج لينجب خالد وهشام. عرف المايسترو بسمات شخصية مبهرة جمعت في طياتها قوة الشخصية والصرامة والحسم والشموخ وعزة النفس، وكلها سمات دعت البعض لاتهامه بالديكتاتورية على غير الحقيقة التي يعرفها المقربون منه، حيث كان يؤمن بالديمقراطية إلى أبعد الحدود. ومتى كانت عزة النفس والترفع غرورا أو كان الشموخ وقوة الشخصية ديكتاتورية؟ تبقى الإجابة المنصفة للصالح السليم بين صفحات التاريخ الذي شهدت له بمواقف إنسانية كثيرة يضيق بها المقام. عندما كان يقوم بالفحوصات الدورية التي يجريها كل 6 أشهر لدى طبيبه الخاص، أعلم الطبيب صالحا بأنه مصاب بمرض السرطان، وكان يداوم على زيارة لندن لمتابعة حالته الصحية والوقوف على تطوراتها، إلا أنه لم يفصح للرأي العام عن سبب زياراته المتكررة للندن، مفضلا عدم الإفصاح عن مرضه للرأي العام لاعتقاده أن مرضه شيء يخصه وحده. واستمر في صراع مع المرض لفترة طويلة إلى أن وافته المنية صباح يوم 6 مايو عام 2002 عن عمر يناهز 72 عاما، وشيع جثمانه مئات الآلاف من المصريين. ورغم رحيل الجسد لكن تبقى الأسطورة حديث الأجيال. تبقى الأسطورة حديث الأجيال يا باشمهندس. رحمة الله عليه نفتقده جدا جدا، أهل يحتاجوا هذه الأيام. وعلى فكرة اللي زي كابتن صالح يفنى الجسد وتبقى الفكرة، فهو ما ماتش للي عايز يسأل الكابتن صالح يقدر يسأله، للي عايز، اللي عايز يشتغل من دماغه يشتغل من دماغه وتحمل العواقب. كابتن صالح موجود كفكرة كمبدأ. كابتن صالح علمنا ازاي، شوف راجل عنده كانسر بتجارش بمرض وبقى عشان ناس يعيد والكابتن والله والكابتن وبيتعب وبيشق عشان خاطر النادي الاهلي يتغلب عليه. لم عرف ان عنده الكانسر كان وعد حفيدته ان ياخدها سينما، نزل خدها سينما وراح. حضرت انا موقف واحنا بنقابل رئيس شرف نادي المان يونايتد، كنا عندنا ماتش ريال مدريد وقال لي تعالى لي على لندن 2001. وكنت انا والماتش ابراهيم المعلم والاستاذ ياسين منصور، وخد لنا ميعاد واحنا قاعدين، وعرف الراجل علينا واحنا عايزين نستفيد من تجربه المان يونايتد التسويقيه وبعدين قال انا هحسبكم مع بعض عشان انا يعني مستاذن عندي مشوار خاص. فالراجل استغرب، يعني انت واخد مني ميعاد مش بسوء؟ ده كان رئيس احد اكبر بنوك في لندن او في انجلترا. فكابتن صالح لما حس ان الراجل يعني قال له انا اسف لان ده معاد دكتور، قال له انت بتيجي هنا ليه؟ قال له انا باجي اشيك هنا في لندن كلينك. فقال له دي المستشفى بتاعتي عندك ايه؟ فسكت لحظه كده وابتسم قال له عندي كانسر. ببساطه شديده الراجل، ايه الراجل اللي قاعد معانا ده اللي عنده كانسر وجاي بيعمل اجتماع بيقول عن اذنكم زي ما يكون رايح يعني ياخد حقنة يكلم في تليفون وراجع. يعني ده كابتن صالح اللي عايز يقول انا صلحاوي يرمي بياضه يوري لنا ازاي، مش يعند وعلى مصلحه الاهلي. كابتن صالح مش كلمه تتقال، كابتن صالح حاله عشقه، عايز تعيشي حب النادي الاهلي. على كتالوج كابتن صالح هينجح الاهلي معاك، وهتتحول انت ايضا الى ايقونه. كل من حافظ على هذا الكتالوج
يستطيع أن يكون ببساطة شخص ناجح ويدخل قلوب الملايين، ولكن التاريخ هيحاسب أي حد يحاول يمس. إحنا متعصبين لكتالوج الكابتن صالح سليم، شاء من شاء وأبى من يأبى، واللي هيقعد من المخترقين يتاجروا علينا ويتكلموا علينا إحنا مش زيهم. إحنا ما بنشتغلش بالكوين، إحنا ناش بنشتغل بقلبنا، كل واحد فينا بيضحي بمكانه عشان يقول كلمة الحق. فلن نسمح ولا على حساب أنفسنا أن يمضي هذا المخطط لما يكون فينا نفس بإذن الله، وربنا قدرنا أن إحنا نتجاوز بالأهلي هذا الموقف. كابتن صالح، يمكن في أحد الحوارات سألته منين يعني التكوين ده إيه، فدايما وأبدا ما كان بيذكر كابتن مختار التتش بكل خيال. أيوة، هو ما جاش من فراغ. مهما الناس شافت أن أنا متمسك بتقاليد النادي الأهلي، أنا ولا حاجة جنب كابتن تتش. دي العظمة. ما حدش بيغير من حد يا إبراهيم. كابتن صالح كان ينظر إلى التتش اللي ما كانش له منصب رسمي في النادي الأهلي، عمره ما رأس النادي ولا دخل مجلس الإدارة. إنما كان هو ده المرجعية. صالح كان مرجعيته التتش، والتتش كان مرجعيته تاريخ الأهلي وآخرين. صحيح. وهكذا جيل بيسلم جيل. طب احنا هنسلم اللي ورانا ايه؟ اهلي منشق ومنقسم عشان بنتكلم في لفظ وفي كلمه، هو في ايه؟ لا، نسلمه زي ما استلمناه بنفس الشموخ. اللي بيقول لك انا شبعت بطولات يتفضل يقعد في البيت يشبع هو. اللي بيقول لك والله مش عارف مبادئ ايه وثوابت ايه، مالكش دعوه بينا بقى. اللي عايز يحافظ على النادي زي ما استلمه ويسلمه زي ما استلمه، النتائج بتروح وتيجي يا ابراهيم. سهل تبني كوره وسهل تبني منشاه، لكن تبني تاريخ زي ده ازاي وتجيب ناس عظماء زي دول تستلهم منهم دستورك في الحياه ودستور النادي الاهلي، وتخلي الناس تقف كل واحد في مكانه يحترم النادي الاهلي. لماذا تجرؤون على الاهلي الان؟ لان نسينا سر العظمه. محدش يتجرع على النادي الاهلي، وربنا قدرنا ان احنا نحاول ان احنا نتصدى لكل من يريد ان يشوه هذا التاريخ او هذا. هو ايه سر العظمه اللي اتنست؟ سر العظمه التمسك بقيمك ومبادئك، سر العظمه ان تفني نفسك من اجل الجميع، سر العظمه ان الاهلي فوق الجميع ليس شعارا ولكنه حياه. الاهلي فوق الجميع يعني ازاي نحافظ ان احنا اسره كبيره. انت كنت ورا نحت الشعار ده. يا عم انا مش ورا حاجه خالص، انا ما تعتبرنيش. لا لا لا، دي للتاريخ يعني، دي انتخابات 92 والعدد زيادة عن العدد المطلوب وقتها. كنا 17 واحد وعايزين 10. 17 ومطلوب 10. دي انتخابات نوفمبر 92. الانتخابات الكاملة. ايوه. كابتن صالح في مواجهة الدكتور حسن مصطفى. ايوه. وكان أكتر من حد يعني. مختار حسين ومحمد فضل الله. محمد ثابت. فاقترحنا إن احنا نديله 17 تنازل. يقطع 10 ويقدم 7، فيبقى معاه قايمة مقفولة لأول مرة. وافقنا 16. 17 تنازل. 16 وافقوا اكتبوا التنازل، واحد ما رضيش. ولا أنا هبقى معاكم بس أنا هنزل. فالكابتن صالح يعني اتضايق كده وقال خلاص اتصرفوا مع بعض بقى وكل واحد بدراعه. فقلنا له لا، احنا هنشتغل وهنحط الأهلي فوقنا كلنا، وانطلق شعار الأهلي فوق الجميع، وكابتن أحب هذا المعنى جدا. وقال تعرفوا تعملوا كده وتتمسكوا بيه، والحمد لله يعني عرفنا نعمل كده، وكنا بنقدم نفسنا كلنا، واختاروا مننا 10 من ال 17. يعني كان ليا شرف ان انا اكون بقدم الناس كلها في كل المناسبات، ما كناش بنغير من بعض، وكنا حاسين ان اي 10 فينا هيعملوا مجلس كويس. ولذلك تجد ان المجموعه دي كلها افرزت قيادات في كل مجال في النادي الاهلي. بخلاف مجلس الإدارة أفرزت قيادات كثيرة لكل الاتحادات. يعني أنا هقول لك حاجة. أنا سقطت في الانتخابات دي. وجيت مدير نادي. وجيت أبي مديرا للنادي، وما كنتش في اعتباري خالص. لأبدأ مرحلة جديدة في حياتي ومتحدثا رسميا، وأنا كنت متحدث رسمي قبل كده. وهكذا يعني ناس كتير اتعملت لها أدوار. هشام سعيد سقط في الانتخابات دي. وجيء به رئيسا للجنة الهندسية، وبني مدينة نصر تحت إشرافه وبمجهوده، كنا أكثر اثنين بيتحركوا، وإحنا
اللي ساقطين في الانتخابات. وانا قلت كده للشام ما تزعلش لما كابتن صالح قال لي اوعى تزعل وتعالى لي وعرض عليا ابقى مدير نادي. فانا دهت الشام سعيد قلت له يا شام احنا هتتقمص وانا اتقمص والاهلي لازم نحسس الناس ان احنا اهم اتنين رغم ان احنا مش موجودين في المجلس. والحقيقه التاريخ لازم ينصف هشام سعيد لان ما بذله عشان يبني مدينه نصر كان مجهود يعني يكاد يكون على حساب شغله تماما يعني. وعشنا هذا الحلم يبقى لنا عن فرع تاني. من اول يوم والمعارضه تريد ان تنقض على نادي مدينه نصر يا استاذ ابراهيم وتحوله الى معقل ليها. وكان يروح يقول لهم انتوا البطه السوداء، انتوا اولاد البطه السوداء، وكنت اروح وراهم. قال لهم يا جماعه اولاد البطه السوداء دول ده انتوا واخدين كل ميزانيه النادي الاهلي. يعني مقر الاهلي بالجزيره ما كانش بيصلح دوره ميه عشان نقدر بسرعه نبني مقر مدينه نصر. قلنا لهم يا جماعه كل الانفاق اهلي الجزيره ما فيهوش حمام ومجمع سباحه زي اللي هنا، ما تصدقوش الكلام ده. والناس كانت لما بتستوعب بتصدق. ولذلك الذي راهن على ان مدينه نصر ستلعب دور المعارضه فوجئ ان هي اللي رافضه هذا التقسيم. فوجئ الموقف الرائع لمدينه نصر الايام الماضيه. لان في الاخر دول اعضاء بيحبوا الاهلي، في جزء منهم طبعا لكن الغالبيه. ولذلك انا بقول للجمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي انتم حماة النادي الاهلي، انتم حماة زين النوادي، انتم حماة زين النوادي. زين النوادي واحمد انت هيحسن معنى زين النوادي ولا ايه؟ انتم حماة زين النوادي. ما هو زين النوادي صحيح مش كده؟ بس زين النوادي بايه؟ زي ما نفضل محافظين عليه. اوعى حد يضحك علينا يا جماعه ويفرقنا، اوعى حد يضحك علينا عشان يحولنا لحاجه شبهه. زين النوادي لما يكتبها الامير عبد الله الفيصل، ايوه، واحد من اكثر الناس اللي عرفت برضه قيمه صالح سليم، كان صديقه وصديق سمو الامير محمد عبد الله رحمه الله على الاثنين، والاثنين رحم الله الجميع. كان يعشقه الكابتن صالح ويروح حاجه زي ما احنا شايفينه كده. هو كابتن صالح يجبرك وانت تكرهه يجبرك على ان تحترمه. انا مره كتبت الكابتن صالح قد تحب صالح بجنون وقد تكرهه بجنون ولكنك تحترمه دائما. والذي يكره صالح سليم هو اولئك اللي هم مش اسوياء، اللي بيحبوا الكذب ويحبوا الخداع ويحبوا النفاق، لان صالح كان بيكره دول. اما اللي بيحبوا القيم دول مجانين صالح سليم. ويعرفوا ان الاهلي زين النوادي خير ما ابدع وكتب الامير عبد الله الفيصل وغنى العندليب عبد الحليم حافظ. تحية وجلالا، تحية وجلالا، أيها النادي فأنت زين النوادي، حلية الوادي. لله أيامك الغراء مشرقة، تزهى على جمع فيها وآحاد، سجلت فيها من الأمجاد مقارة، عزت على كل أعزاز وإمجادي، عزت على كل أعزاز وإمجادي. خمسون عاما من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وآباد، كانت سجل ليالينا تذكرنا
بما مضى من تواريخ وأعياد. جمعت شمل بني مصر وجيرته في حاضر من أمانهم وفي بادي، وكنت مشعلنا الوضاء نرقبه ليجعل الشمل في حفل وإسعادي فيه تلاقى بنو أم وذو رحم كما التقى فيه آباء بأحفادي. عاشت رحابك بالأرجاء شاسعة لساكني مصر بل للناطق الضالي تحية وجلالا أيها النادي، فأنت زين النوادي حلية. بالذمة سمعتوا أعزب من هذا غناء؟ أصدق من هذا تعبير؟ شفتوا عبد الحليم في أجمل ما غنى باللغة الفصحى؟ سمعتوه قبل كده بهذه العزوبة وهذه المصداقية؟ ليه؟ لأنه بيغني لزين النوادي. جمعت شمل بني مصر وجيرتها، هذا هو الدور، الدور الوطني للنادي الأهلي، انه بيجمع العرب من خلال اهلي كذا واهلي كذا واهلي كذا واهلي كذا. لا بقول له كنت مش علن الوضاء، مش علن. مين اللي كاتب هذا الكلام؟ دور التنوير الجميل سمو الامير عبد الله الفيصل. يا جماعه النادي الاهلي ده يتحط في العين، ما يتعملش فيه كده. ارجوكم ارجوكم يا اخوانا سلموه زي ما سلمتوه. البطولات دي هتروح وتيجي وهنسعى كلنا عليه. لما تسعى انك تحافظ على البطولات تحيا، لما تسعى انك تتطور في المنشآت بما يليق بالنادي الاهلي على عيننا وراسنا وتحيا، ولكن ان تسمح لمن يعبز بتاريخ النادي الاهلي؟ لا 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 لا، لن يسمح احد بهذا، ولن تكون لواحد من هؤلاء مكان يتحدث فيه عن النادي الاهلي. اشتمونا، اعملوا اللي انتم عايزينه، ها خدوا الكراسي والمناصب، بس سيبوا لنا الاهلي. روحوا العبوا بعيد، كل واحد يروح يلعب في النادي اللي بيحبه، مالكوش دعوة بينا، مالكوش دعوة بينا. رحم الله الكابتن صالح سليم. النهارده الأهلي وديا بيلعب مع الجونة، وبيطمئن الكابتن حسام البدري على تجهيز أكبر عدد من اللعيبة. كانت بداية الدوري للأهلي مع طلائع الجيش، بداية كان فيها كلام كتير هنتعرض له بشكل تفصيلي، لكن كابتن حسام أراد من ودية اليوم إشراك أكبر عدد من اللاعبين اللي عايز يجهزهم ويدخلهم في فورمة المباريات بسرعة. فاز الأهلي على الجونة 6-0، وكانت تابعته لعلكم على قناة الأهلي هذه المباراة على الهواء مباشرة اليوم. الأهلي فاز 6-0، دي أهداف هذه المباراة الودية. جونيور أجاييه اللي غاب عن افتتاحية الدوري للإنذار الثالث بيبدأ السداسية بضربة بالهدف الأول، سجله في الدقيقة الأولى بعد كرة صالح جمعة العرضية اللي حضراتكم شفتوها من ناحية الشمال. أجاييه كاد أن يضيف الهدف الثاني له للأهلي في الدقيقة الثامنة بعد ما تلقى كرة عرضية من أحمد حمودي أيضا. يمكن من المهم أن احنا نفكر حضراتكم ده الهدف الثاني الحمودي. كابتن حسام البدري
بدأ المباراة بمحمد الشناوي وصبري رحيل ومحمد نجيب ومحمد هاني وأيمن أشرف في خط الدفاع، ولعب كريم ندفد وميدو جابر وهشام محمد في خط الوسط، وفي الهجوم كان صالح جمعة وجونيور أجاييه وأحمد حمودي. دي الهدف ما تشوف إبداع صالح جمعة في الكرة دي؟ ده الجون الثالث برضه صالح جمعة. صالح بصمته حاضرة. كروس باس الطويل اللي على الرجل المظبوط جايب يريح لميدو جابر. ميدو محتاج يستعيد نفسه برضه. كل واحد هيلحق نفسه ما يلحقهاش بقى، هو حر. يعني كلهم لعيبه كويسين بس مصيرهم في ايدهم. اللي ياخد فرصه يثبت انه عند درجه ثقه الكابتن حسام فيه اهو. لعيب كويس جدا. يلا يا ميدو، يلا يا ميدو. ثقه مهمه قوي بصراحه. يعني مزيد من المشاركه، ده الهدف الرابع، وده برضه حكايه كبيره قوي. عمرو بركات، ما هو عمرو بركات هو ده نموذج لعمرو بركات. كل الناس اللي كانت حاضرة كانت منتظرة اللي جاي بقى، صديقك بقى. اسمه ايه بقى؟ فلماني. لحقت تنساه هو. ده اختبار على مهلمبي. مهلمبي. ايه مهلمبي؟ طب قبل مهلمبي اما لمبي، يعني الاتش ساعات تتنطق ساعات زي ما انت عايز يعني. بس عايزين نشوف جون ده نقدر نشوفه تاني؟ اشوف القطعه. ما كلامي مهلمبي. بس عمرو بركات بالعرض واديها. يلا. دي كانت بدايه لاعب الاهلي الجديد المبشر الجنوب افريقي، وده الجون السادس له. طيب شوف الكره دي بقى من الاول جت تاني يا شوارب. ابتداها وانهاها. لا جابها من البدايه حبيبي، جابها وهي بتتنقل من رجله في الاول. ايوه ويروح. طيب ده يا جماعه ليه بقول لكم جيب الكره دي من اولها؟ ده اللعيب المصاب اللي شربناه. ايوه. الذي يريد البعض ان يضع السم في العسل، يقول لك كلمتين حلوين عليك وروح حاطط لك السم بقى. ايوه. هؤلاء في خطر داهم على النادي الاهلي، يشكلون الخطر الداهم. ايوه. اوعى تفتكر حد من دول هيحبنا. صحيح. خلي بالكم يا اولادنا. الشوط الثاني شفتوا التغييرات اللي اجراها الكابتن حسام البدري لما اشرك عماد متعب وعمرو بركات واحمد عادل عبد المنعم وياكا، وده اسم الدلع زي ما هو قال. يا سلام على التصوير يا شوارب، نشكرك يا شوارب. مكلام مهالمبي هو الراجل لما سئل عن اسمه فقال انا الاسم المختصر ليا ياكا. ياكي خلاص. ياكي. خلصنا. ياكي. اللي هو اختصار يا كلامه. يا كلامي. ياكي وخلاص. ياكي ونخلص. ياكي واكرم توفيق واسلام محارب بدلا من احمد حمودي وصالح جمعه والشناوي وجونيور اجايي وهشام محمد ومحمد هاني. ياكي دخل في اجواء المباراه سريعا جدا. ياكي او باكا؟ باكا. طب باكا. خلاص. ياكي ولا باكا؟ على حال. باكا. باكا. خلاص. هو الاسم اللي الراجل اختاره او اللي فعلا قاله للاعلام الاسم الدارج له في جنوب افريقيا باكا. باكا. وده اختصار باكا لاما. ما تقول ما تفسروش. باكا. علي معلول ومؤمن زكريا الاثنين ادوا تدريبات خفيفه قبل المباراه الوديه مع الجونه، والاثنين عائدين من الاصابه. نتمنى ان شاء الله تعالى انه يلحق بالمباراه المهمه جدا والمرتقبه السبت اللي جاي، الاهلي والترجي التونسي ذهاب دور الثمانيه باذن الله تعالى. اللواء شيرين شمس في الموقع الرسمي للنادي بيؤكد على انه النادي بينتظر رد اللجنه الاولمبيه على خطاب النادي بشان معرفه كافه الاسباب التي على اساسها اتخذت اللجنه قرارها باعتماد اللائحه الاسترشاديه لائحه للنظام الاساسي للنادي. واوضح اللواء شيرين كما قال في الموقع الرسمي ان الاهلي ارسل الخطاب للجنه حتى يعرف حقيقه الامور ويقف على الاسباب التي دفعت اللجنه لاتخاذ هذا القرار وعدم الاعتداد بالجمعيه العموميه للنادي
التي وافقت على قرار أو إقرار لائحة النظام الأساسي. أيضا في الموقع الرسمي الأهلي بيشكر الحبشي والرزقي، أما الحبشي فهو السفير المصري إبراهيم أو السفير المصري في تونس نبيل الحبشي، وأيضا القنصل التونسي في مصر إبراهيم الرزقي. المهندس سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي وجه الشكر للسفير المصري والقنصل التونسي على كل تعاونهما مع النادي الأهلي وكل ما يقدمانه من جهود كبيرة للنادي في سبيل ترتيب رحلة الأهلي إلى تونس واستقبال بعثة الترجي ذهابا في القاهرة إن شاء الله. الأهلي من المقرر أن يسافر أو يوفد الكابتن سمير عدلي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى تونس يوم 19 من هذا الشهر عشان يرتبوا لمباراة العودة اللي هتكون يوم 23 هذا الشهر بإذن الله تعالى. الترجي هو الآخر بيستعد بقوة، والترجي يعرف يعني إيه الأهلي، ويعرف لما يواجه الأهلي في مباراة لدور الثمانية فهي مواجهة نهائية، هي مواجهة نهائية بالفعل، مواجهة دور نهائي. وكثيرا ما التقى الأهلي والترجي في السيمي فاينل أو الفاينل، وغالبا ما كان الفوز والحمد لله للأهلي في المرات السابقة، وده يكون بإذن الله تعالى نقطة انطلاق قوية للأهلي في هذه المواجهة الصعبة. ركلة الجزاء تهب الترجي انتصارا صعبا على مستقبل قابس التونسي ده في الدوري التونسي. المباراة أيضا كانت مساء السبت، فاز فيها الترجي بصعوبة بالغة على مستقبل قابس يا باشمهندس. ده لما ياخد حقه ياخد ضربة جزاء كسب بالجون ده. حد قال له بقى لعبت وحش ولا لعبت كويس؟ المهم كسب. كسب. خد حقه. مش ده الشغل ده هنتكلم عليه بالتفصيل. ده الهدف اهو. ما يعني ضربة جزاء. الترجي بيستعد بتركيز شديد جدا للمواجهة المهمة مع الأهلي، ومدربه الكبير فوزي البنزرتي يعرف كل شيء على الأهلي مثلما يعلم الكابتن حسام البدري كل التفاصيل عن الترجي. كابتن حسام البدري له واحدة من أهم وأخطر وأجمل النهائيات في دوري أبطال أفريقيا لما انتزع كأس دوري الأبطال من قلب تونس، كانت على حساب الترجي، والكل فاكر شكل الأداء ومستوى اللعب ونجاح الكابتن حسام البدري تكتيكيا في إدارة واحدة من أهم وأقوى وأجمل نهائيات دوري الأبطال يا باشمهندس. يا رب تتكرر بإذن الله تعالى. عندك إيه تاني؟ عندي إيه تاني أهو؟ تحكيم. الأهلي بيطلب رقابة الاتحاد الإفريقي على الحكام، هو يا إخوانا مش عايزين غير ناس تدي الحق لأصحابه بس. الترجي هيبدأ أو بدأ النهاردة مسيرة الاستعداد بقى بعد ما فرغ من المباراة المحلية. حمدي المذيب يقود رحلة الترجي إلى تونس، وده إلى القاهرة، القاهرة أو إلى الإسكندرية، علشان يبدأ الفريق يضع كل استعداداته لهذه المواجهة. والأهلي بيطلب الكلام ده الكاف. جريدة الصباح حتى تجد اللغة لغة تونسية، لغة لذيذة كده مش بتاعتنا. يعني بعد ضخ مليارات كثيرة من أجل هذا الهدف، وبعدين يقول لك وسيعقد مدرب الترجي التونسي فوزي البنزرتي عشية الأربعاء ندوة صحفية. في الآخر يقول لك إيه؟ وهذا وينتظر أن تتحول جماهير محترمة العدد يعني كبيرة إلى الإسكندرية مؤازرة فريقها في هذه المواجهة الصعبة التي سيتابعها نبيل معلول مدرب المنتخب الوطني. المباراة هتكون مهمة بين شقيقين بمعنى الكلمة على فكرة. احنا أشقاء ليه؟ سمو الأمير عبد الله الفيصل هو الرئيس الشرفي للناديين. الصباحة التونسية قالت التشكيلة التي واجهت مستقبل قابس تشكيلة الترجي، يتواجد كل من معز بن شريفة وإيهاب المباركي وخليل شمام وشمس الدين النوادي وعلي المشائي والفرجاني ساسي وزغيلان الشعلاني وفوسيتي كوليبالي وأيمن البدري وفخر الدين بن يوسف وطه ياسين الحنيسي. دي أبرز قائمة أو أبرز الأسماء في قائمة الترجي. وقالت إنه الترجي جاي القاهرة أو جاي اسكندرية بأفضل ما لديه من عناصر. زي ما أشار المهندس عدلي، الأهلي بيطالب الاتحاد الأفريقي برقابة خاصة
لحكام مباراتي الترجي، وده المفترض مفيش هزار. احنا بنتكلم على مباراة في دور الثمانية، لكن ده فاينل حقيقي. وصف الكابتن سيد عبد الحفيظ هذه المواجهة، وكابتن سيد عبد الحفيظ هو راخر، يعني إذا كان حسام البدري له تاريخ رائع مع الترجي، سيد عبد الحفيظ أيضا كلاعب له الصعود التاريخي للأهلي للمباراة النهائية. الجون الغريب اللي جابه، الجون العجيب، فيرست تايم من في شفر الواعر، نزلت كرباج ورا ظهره، صحيح، يعني الحقيقة جول لا ينسى. 2001 وقاد الأهلي، يا سلام عليك يا شوارب اللي تفكرنا بيه، قاد الأهلي إلى النهائي. قال الكابتن سيد عبد الحفيظ إنه كما أن العالم العربي ينتظر هذه المباراة، لابد أن تخرج بشكل يليق تحكيميا سواء في مصر أو تونس، لابد من تحكيم رائع. وأضاف سيد عبد الحفيظ إنه مباراة السنغال مع جنوب أفريقيا في التصفيات كأس العالم تم إعادتها، أراها خطوة جيدة للغاية من الاتحاد الدولي لكرة القدم في النظر إلى ما يحدث في التحكيم الأفريقي. لحظة واحدة بس عشان في خلطة هنا. يا جماعة، هو الاتحاد ما قعدش المباراة لخطأ تحكيمي. أعاد المباراة لأن الخطأ كان متعمدا وثبت تواطؤ الحكم. أيوة. ولذلك أنا لما بتكلم على التحكيم ما بتكلمش على الأخطاء. بقول يا جماعة لما يكون في أخطاء فجأة حققوا، قد تصلوا إلى أمور أبعد أوي من اللي في دماغكم. أما تقديس التحكيم بالمنظر اللي احنا بنقوله ده، ولنا عودة في هذا الأمر، ده حق يراد به باطل. مباراة الذهاب هيديرها طاقم حكام سنغالي بقيادة الحكم السنغالي مالانج ديبوهو، والمساعد السنغالي جبرائيل، والتاني الحاج مليك، والحكم الرابع ماجد نضاي السنغالي، ومراقب المباراة هو الغاني فريدريك كريستيال. تم تحديد طاقم تحكيم كاميروني بقى لمباراة العودة في تونس بقيادة أليوم ناينت، وبيساعدوا إيفرست ونجوانج. دول طاقم حكام المباراة الأولى، طاقم حكام سنغالي. طيب أنا عايز أقول لهم السنغال عانت الأمرين من التحامل التحكيمي المتعمد. فأرجوكم، وقد يعني اتلسعتم الشوربة، ما تلسعوناش إحنا من الزبادي بقى. ده بص 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 بس أنت أشرت النقطة ذكية شوية. السنغال عانت من التحكيم الفاسد. اللي كان بيقوده مين؟ ماتابيلا. لمبتي. ما هو الاثنين افسد من بعض. الاهلي عانى من هذا اللمبتي. وكان انرامه في ماتش الترجي. بس لم يهتم الاتحاد الافريقي بالتحقيق. هو قال ساعتها ارضاء للناس انه تم ابعاد الحكم. ابعاده ايه فرحتي؟ انما بعد كل ده، يعني انت بتتكلم 2010، يعني بعد 7 سنين يثبت انه هذا الحكم فاسد. شوف بعد 7 سنين في واقعه حصلت من 17 واخد بالك؟ برضه تعقب عندما تحقق تصل الى الحقيقه النتيجه، فمش لا تكتفي بالمهم تكون جد في البحث عن الحكم. يا سيدي انت بتوقف الحكم لان في اخطاء فجه، حط كده 5% قد تكون مقصوده او وراها شيء وحقه. هو ده مش هو احنا مش بشر؟ يعني انت ليه وانت بتتكلم على التحكيم تقول التحكيم بشر؟ طب ما عشان هو بشر حقق. ايوه، هو البشر مش فيه نقاط ضعف وقوه؟ بالظبط. مش فيه هوى؟ حقق، احنا ما بنقولكش حاجه. طيب منتخب مصر بيستعد للمباراة المهمة جدا له مع الكونغو. سيبكم من الكذبة الفارغة اللي طلعت وقالت لك الكونغو احتمال ينسحب، كلام لا أساس له من الصحة وما تشغلوش بالكم بيه. لكن كمان محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي، لما أطلق عليه تريزيجيه أطلقها عليه الكابتن بدر رجب، لأنه كان تريزيجيه وهو في الناشئين شايف بدر رجب أنه فيه شيء من ستايل تريزيجيه. مين تريزيجيه؟ ديفيد تريزيجيه نجم الكرة الفرنسية له تصريح مهم، تريزيجيه الأصل بقى، شايف الراجل إنه لن يكون أمرا جيدا بالمرة لكرة القدم وعشاقها ومتابعيها حول العالم لو ميسي ما راحش كأس العالم. الراجل تريزيجيه، ديفيد تريزيجيه الفرنسي، بيقول لو الأرجنتين مش هتتأهل هتبقى سنة مش حلوة أبدا، ومش هيبقى مونديال. أصل تريزيجيه أصله أرجنتيني. هو خد الجنسيه الاصل. طبعا، فشايف انه لا يا جماعه، مونديال بدون ميسي
سموه حاجه تانية خالص، ما ينفعش يبقى كاس عالم. انت وده فعلا يعني تخيل ان انت بتروح تتفرج على مارادونا ولا كريستيانو رونالدو ولا ميسي ولا نيمار وما تلاقيش حد منهم، بتتضايق لان بتفقد جزء من متعه انك تتابع تالق متوقع لواحد على هذا المستوى. زي لو تم التصويت على انفصال اقليم كاتالونيا في اسبانيا، والله احنا لو استقل السياسه يا رب يا رب ما يحصل، لو استقل اقليم كاتالونيا مش هتبقى الليجا فيها برشلونه. جميله قوي يا ابراهيم قوي يعني اخشى عليها من الصراعات السياسيه يعني هتبقى ايه كاتالونيا بلد طب هتبقى فيها كام فرقه؟ هتبقى اي حته صغيره هتبقى زي القاهره كده، زي موناكو يعني هي حجمها اصغر من القاهره كمان. لا اصغر طبعا، تبقى اماره صغيره. ما اعرفش بقى انا ماليش بس أنا هيفقد يعني الصراع التاريخي ده مش هيفقد الدوري الاسباني، لكن احنا كل اللي يعنينا الكوره. ايوه ان يبقى الصراع في برشلونه عشان خاطر ميسي وبرشلونه اجلوا الموضوع شويه. رابطه مشجعي النادي الاهلي في فلسطين برضو من جهودها الحقيقه بقياده، خلي بالك انت قلت نقطه جميله قوي. بدر رجب كان بيسمي كل لعيب اسم عشان يحفز الناشئين دول. فمحمود تريزيجيه اسمه تريزيجيه على تريزيجيه. كريم ندفد على اسم ندفد. بيكم على اسم يعني، لو حتى اللعيبه التانيين يعني الكهرباء كان هو شايف انه عنده كهرباء زياده فحركته. ايوه لا كان فمسميه. ايوه انما الاسماء اللي على رموز دي دي حاجه حلوه. يعني انا النهارده مؤكد ان كابتن طاهر ابو زيد بيعتز قوي ان الناس مارادونا النيل. يعني اي حاجه زي كده بتدي لك ايمج عند الناس. بتخليك في صوره معينه. فطبعا كان ذكاء في التعامل النفسي مع الناشئين ان تشدهم لقدام. زي كابتن خالد بيبو، ما هو في السويس سموه خالد بيبو. وبقى معروف بخالد بيبو تيمنا بالخطيب. طبعا. رابطه محبي ومشجعي الاهلي في فلسطين بقياده او المتحدث الاعلامي فيها لصديقي العزيز اسامه عمر ايضا بيوسع نشاط الرابطه في حيث انها تكون في علاقتها مع مصر بتحاول تفيد الرياضه الفلسطينيه بكل الخبرات المصريه. اسامه عمر في حضوره الكتير للقاهره وحرصه على تفعيل هذه العلاقه الطيبه جدا للاهلي مع جماهير فلسطين كلها حرص على توطيد العلاقه في تبادل الخبرات الرياضيه الطبيه فيما بين الاتحاد الطبي الرياضي الفلسطيني يستعين بخبرات وامكانات الاتحاد المصري للطب الرياضي بقياده الاستاذ الدكتور محمد عراقي حسن علشان يمد الطب الرياضي المصري الأشقاء في فلسطين بكل ما يحتاجونه. زي النهاردة لكن سنة 1983 في 11 سبتمبر 83، ما دمنا بنتكلم على أمجاد الأهلي التاريخية لابد أن نتذكر فوز الأهلي على كانون ياوندي الكاميروني 5-0 في دور 16، كانت لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري في مسماها القديم. سجل الإغوان زكريا ناصف 3 وكل من المجري مصطفى عبده وخالد جدالله هدف. نفكركم 5-0 للأهلي على كانون ياوندي زي النهاردة عام 83. مدحت علاء ميهوب مصطفى عبده يشوط من بعيد حلوة من بعيده، برافو يا مصطفى، لمح الجول وهو بره، صلاح حاططها لب مكويه، الجول اهو، لمح لسه بين الجول بره، شوف مكويه ما يلحقهاش وتعدي وتصب في الجول، حلوه حلوه حلوه. من الناس اللي اتهضم حقها مصطفى عبده. لا المجري ما شوف كونه مش واخد الوضع الذي يستحقه الان حتى في المجال الاعلامي او حاجه، لكن ده هيحصل، لازم يحصل. لكن هو كان نجم واخد حقه طبعا، المجري طبعا. مين ينسى اهم جناح ايمن في تاريخ الكره المصريه هو صحيح. وفاروق السيد بتاع الاولمبي صحيح، يعني من ايام فؤاد صدقي لم يذكر. ولكن انا بكلمك على واحد تاني فعلا النجم ده كل ما تشوف ماتش من بتوع زمان تكتشف انه جاب فيه جول، خالد جدال. واحد من احسن الشويته في تاريخ مصر.
ويشوطوا الكرة على لعيبها وهي بتتحرك. الفناجيل الصغير. ما هو كانوا دي ضرته قوي كلمة الفناجيل الصغير دي. لأن هو ناشئ كانوا مسمينه الفناجيل الصغير. بعدها كابتن جوهر الله يرحمه أطلقها على بدر رجب كمان. يعني. لا خليك كيف أدير خالد جل الله من هذه التسمية. فكان مستر هيدو كوتي بيتابع الناشئين. فعجبه. فواحد من المدربين المساعدين قال له يا عم ده فاكر نفسه الفناجيلي، قال له مين الفناجيلي؟ قال له ده اعظم لاعب لعب هنا وسط في تاريخ الكره المصريه والعربيه والافريقيه، واحد يصنف على مستوى العالم. فابتدت الجماهير عايزه احيانا تنادي بخالد جد الله، فقال له فناجيلي، افتكر ان هو ورا ان بيحرض الجماهير تهتف باسمه عشان يلعب. قال له فناجيلي، خليك انت فناجيلي انت فكان واخد منه موقف لحد راح في داهيه. والله كان واخد موقف من اتنين لعيبه حاجه غريبه جدا. التاني واحد انا كنت شايفه من اعظم الهدافين. جمال جوده. وبعدين رحنا المجر نلعب، معلش الحواديت كده، رحنا نلعب في المجر في استعدادا للموسم، عملها لنا طارق الضبع جوله مع مستر هيدوكوتي. فكان جمال جوده ناشئ لسه. ثلاث ماتشات لعبناهم، يلعب اخر ثلث ساعه يجيب جول، في الثلاث ماتشات نبقى متعادلين يكسبنا، نبقى مغلوبين نتعادل. في الثلاث ماتشات جاب ثلاث اجوال. رجعنا استغنى عنه. راح المصري. راح المصري. عشان يصنع التاريخ المصري. يصنع التاريخ لنفسه وللمصري، تخيل ده لو في النادي الاهلي. صحيح. ومشي وهو قبل ما يمشي. راح هو وجمال الجندي الله يرحمه. الموسم اللي قبل ما يمشي كان لعب ثلاث اربع ماتشات في الاخر جاب فيها جميعا اجوان. كان هداف ولاعب رائع. طب انت ما دام بقى افتكرت قبل الهوا على طول، احنا قابلنا الكابتن شريف عبد المنعم ترافولتا. ترافولتا يا سلام. جميل. وفكرك انت، وده برضو للانصاف، انك كنت صاحب تسميه شريف عبد المنعم بترافولتا، وليها قصه ارجو الناس تعرفها. يعني خلي بالك اصلا مش فخر قوي يعني. انا كنت رئيس بعثه النادي الاهلي في نهايه 98 78 78 اللي هي راحت تونس، كانت غلبانه 4-1 وغلبنا في القاهره 3-2 وغلبونا في العوده 4-1. انت عضو مجلس اداره. فالعالم كله بيتكلم على تونس. فالاهلي بقى اول رحله لاي منتخب مصري لتونس. تخيل العب. انا كنت عضو مجلس اداره واختاروني رئيس البعثه اروح الماتش ده بعد فوزهم على مصر واخراجنا من تصفيات كاس العالم، ولعبوا في كاس العالم اوريدي. ايوه. وتالقوا. ايوه. يعني انت بتتكلم على نهايه عام 98. ايوه. فمن ساعه ما وصلنا كل صحفي يحط لك الميكروفون في بقك، ايه رايك في اداء المنتخب التونسي في كاس العالم؟ والله شرفتونا وشرفتوا العرب وشرفتوا مش رحت جامع الفرقه قلت له بقول لكم ايه يا جماعه، ده احنا هنتهري. وكنا رايحين من غير اللعيبه الدوليين وقتها. وكان الكابتن مصطفى عبده مش في الـ كان موجود معانا هو مجدي عبد الغني اظن، وكان شريف عبد المنعم لسه صاعد، لسه طالع هو ومجدي لسه مدخلهم ايدي كوتي كان. المهم رحنا وكان معانا طاهر الشيخ وصفت عبد الحليم. كانت فرقه كويسه قوي. ولعبنا الصفاقسي يا استاذ. وراح في سوسه. في لا مش في سوسه، في صفاقس. في صفاقس بس احنا اللي كان الاستضافه من سوسه، قريه سياحيه رئيسها اسمه هشام ادريس، وانا فاكر الاسم لسبب انا كنت بكتب بقى في مجله الاهلي. فكتبت ان احنا نزلنا في اول مره ننزل في قريه سياحيه على البحر في تونس. فقلت ان كان اصبح شغلي شاغل كيف نحمي انفسنا من كل هذا الجمال المحيط بنا. ما هو بحر نعديها. ماشي. وتعديها. نعديها. واجانب وبكيني وازاي تحلق على اللعيبه. وانت رئيس بعثه. وانا رئيس بعثه، فاخدت دور الفوقاني عشان ابقى قاعد كده شايف البسين وشايف البحر وشايف. المهم يعني رحنا صفاقس ويتالق الكابتن صفوت عبد الحليم. لدرجه انه بقى يرقص اللعيبه على اهات جماهير تونس. هياخد اللعيب كده تسمع. بعدين يروح واخده تاني كده. وبعدين يلعب السرو باس الفرد طاهر الشيخ مبدع من نص الملعب يجيب جول. نص تلاقي حاله عملوا الاثنين. طاهر الشيخ جاب ثلاث اجوان، غلبناهم 3-0 بثلاث سروهات من صفوت لطاهر عبد الحليم لطاهر الشيخ في الجول. ربنا يشفي الاثنين يا رب. رجعنا على سوسه.
لقيت هشام ادريس ده بيقول لي ايه الفريق ده؟ انتوا لحد ما كناش كسبنا بطولة افريقيا لسه، كيف لم يفز هذا احسن فريق في افريقيا؟ ازاي انتوا ما كسبتوش افريقيا؟ قلت له هذا نصف فريق. الباقي خطيب ومش عارف مين في قال ازاي انتوا؟ ولذلك انا فاكر اسمه، كتبت هذا هشام ادريس. احنا بدات الصحافه تتعامل معانا باحترام تاني بقى خالص. ان احنا بقى اللي كسبنا بطل تونس، صفاقسي كان بطل تونس. المفارقه الغريبه اخر حاجه ليها علاقه بالمواضيع، لا احنا لسه ما جيناش سر تسميه، ما هقول لك. السنه دي لعبنا القيروان ولعبنا الترجي ولعبنا الصفاقسي. كسبنا الترجي 1-0 جابوا طاهر الشيخ. كسبنا الترجي 2-0 جابوا طاهر الشيخ. كسبنا الصفاقسي 3-0 جابهم طاهر الشيخ. الله، ما كانش حد مسافر الا طاهر الشيخ. تشعر ان دي رحلته يعني، واعتقد انك لو سالت عن طاهر الشيخ هتجده اشهر لاعب في تونس. وده كان سنه التوهج بتاعته، ما هي دي السنه بتاعت ماتش 4-2 بتاعت 4-2 78 بتاعت 4-2. انت بتقول ترافونت كان معانا، شريف عبد المنعم كان لسه ناشئ صاعد. فعملت لهم جوله كده حره في بعد الماتش، ينزلوا ونشتري بقى في الاسواق. فروحت انا، قال لي حاجه معاك يا كابتن عادل؟ قلت له تعالى معايا. فاحنا بنتفرج كده لقيت بدله بيضة. كان في فيلم اسمه ساتردي نايت فيفر، كان لسه طالع جون ترافولتا جديد بيلبس جاكيته كده بيضة ويرقص ويعمل وقميص والولد ده كان جسمه زيه بالظبط، وجان شريف يعني. كان جسمه عامل زي. رحت مطلع بدله، قلت له ايه ده يا شريف؟ قال لي البس بدله بيضة. قلت له هتعمل ترافولتا فيها؟ البسها هيقول لك جون ترافولتا. وفعلا لبسها يعني بقت عامل راو. قلت له يعني انت كده جون ترافولتا، عرفت هتشتغل ايه بعد الكوره. فالحقيقه يعني شريف ده كان واحد من اقوى وامهر جيله. صحيح. لولا الحادثه البشعه اللي حصلت له هو وكابتن حسام البدري. هو وحسام البدري سوا كانت حاجه بشعه جدا على طريق السويس. انا رحت له البيت. كان 46 كيلو وزنه. قلت له يا ابني انت كلك تتلم كده تنام في قفه. الوحش ده. سبحان من يعني خلاه دلوقتي ما شاء الله في حاله يعني كويسه بدنيه وطبيعيه. واحد من اهم اللعيبه يا جماعه. اللعيب ده سبق عصره قوي. اقول لك حاجه، يعني اللعيب ده الوحيد اللي انا كتبت عنه مقاله واحده في اخر ساعه. كان الله يرحمه احمد علام. أيوه. ابن جهينه. قاعد معايا في النادي الاهلي. فبنتكلم، قلت له على فكره في ولد في النادي الاهلي عنده 16 سنه هيبقى حكايه السنه الجايه، ده هيبقى احسن لعيب في مصر. قال لي اسمه، قلت له كذا كذا كذا، افتكر الاسم ده بس. قال لي بقول لك ايه، انت متاكد باللي بتقوله؟ قال لي اكتب لي عمود عنه. رحت كاتب عمود عنه. بعد شهرين كان تم 17 سنه ضمه دكوتي ولعب ماتش في افريقيا. الولد من شخصيته اعتقد كان هورسي الصومالي اظن، مش فاكر. نازل بيشاور للعيبه ويجري ويقول لهم بصولي. عنده سمات وثقة وسمات قيادية. فكان رائع جدا، ربنا يديله الصحة ويديله حقه برضه، هو من النجوم برضه. وأصبح أب الفترة اللي فاتت والله، ربنا يبارك له. جاب ولد ولا بنت؟ رزق بمولودة. مولودة. عقبال ما أجيب المولود بقى اللي يبقى خليفته في الملاعب. شريف عبد المنعم واحد من اللعيبة اللي سبقت عصرها. معلش شوية حواديت كده يا جماعة بتاعته. نذكركم بحاجات ونجوم في النادي الأهلي وأحداث رائعة جدا. اخيرا زي النهارده لكن سنه 2005، 11 سبتمبر 2005، الاهلي بيفوز على انيمبا النيجيري العتيد 2-1. كان في الدور الثمانيه لدوري الابطال. نفكر حضراتكم باهداف اسامه حسني. مرة ثانية الرامي عادل، لسه النتيجة حتى الآن تقدم انيمبا الضيف في هذا اللقاء بهدف واحد مقابل لا شيء. سجل الهدف اللاعب ساكي بو في الدقيقة 26. شايف كده عمرو سماكة، عمرو سماكة في أول مشاركة ليه مع النادي الأهلي، في أول ظهور أفريقي. كرة طريقة منتهى صوته، هوبا هدف والرجاء البيضاوي النهارده.
واسامه حسني مسجل هدف التعادل. شوف بلافيو لعب الكره كده ازاي، شوف الراجل ده استاكوزا، هو مشهور باسم استاكوزا احمد حسن، ولعب العرضيه حلوه جدا لاسامه حسني وبط القدم. اسامه حسني الشرقاوي ابن قريه، ابن قريه الغار، بيحطها ايه على الارض. الاسلام الشاطر، اسلام لسه مع اسلام، اسلام الشاطر والعرضية من اسلام، ولكن يطلع اوجي رقم 27 توصل كل ناحية الشمال. اول لمسة لمحمد عبد الوهاب، عبد الوهاب يا ولد يا لعيب، العرضية الجميلة في هذا اللقاء وهدف صعود نادي الرجاء البيضاوي المغربي باذن الله الى الدور قبل النهائي. هذا هو محمد عبد الوهاب، ضربة العرضية والرأسية جميلة جميلة جدا. اسامة حسني بقول لحضراتكم لاعب موهوب، لاعب متميز. بصوا بقى، مش هنسمع كلام مخرج ولا هنطلع لفاصل ولا لا بصراحه في حاجات ما تتعداش. اللي بيعمل الاوفر من الشمال محمد عبد الوهاب الله يرحمه، اللي من ايام كانت ذكرى وفاته. محمد عبد الوهاب اللي توفى شوفوا من كام سنه، ولسه كل جماهير الاهلي مع كل ذكرى لوفاته تذكره دايما وابدا بالوفاء، رمز الوفاء بجد، في ظل جشع الاحتراف وفي ظل نهم الثروه وفي ظل عناد اللعيبه ومشاكلهم. الله يرحمه محمد عبد الوهاب كان نجم الوفاء بجد يا باشمهندس، ليك وقائع كتيره معاه. لا انا يعني من المناسبه ان احنا نقف عندها رغم انف شوارب بقى شويه. محمد عبد الوهاب ليله وفاته انا عيطت بحرقه، وانا دموعي امام الموت عزيزه يعني. فجالي كابتن بركات قال لي في ايه يا كابتن عادلي؟ فسكت كده، قلت له بص يا كابتن محمد، أنا الأسبوع اللي فات بشكل يكاد يكون يومي مع محمد عبد الوهاب. قلت له يا كابتن بركات، أنا شفت من الولد ده حاجات، ده إنسان نقي طاهر، شفت منه حاجات وإحنا بنجدد له تخليه قريب. على فكرة مستر هيدوكوتي مرة استضافته في قناة الأهلي عنيدا معي، مانويل جوزيه تقصد، مستر مانويل عنيدا معي. أيوه هو يعني ليه؟ لان اللعيب تشعر انه ابنك، وانت بتتعامل معاه تشعر انه ابنك، رامي حموله عليك، واثق فيك، بيحب النادي، وكله مفعم بالحياه والامل. وفجاه اروح النادي وانا داخل عايز اكمل، بمد عايز اتفرج على التمرين، يقابلني الاستاذ ضياء احد اعضاء النادي الاهلي، كان يروح بدري يتفرج على التمرين، بيعيط. قال لي محمد عبد الوهاب، قال لي في المستشفى. قلت له طب ايه يا استاذ ضياء بس بتعيط ليه؟ قال لي لا ده وقع كده. قلت له باذن الله سليمه. جريت على المستشفى، على ما وصلت قالوا لي ده توفى، وكانت مسؤوليتي ان ابلغ والدته. ياه لقسوتها. فانا مش عارف اعمل ايه، ولذلك جالي نوع من الانهيار. طب اتكلم ازاي واقول لها ايه؟ يعني كان موقف صعب جدا جدا جدا. كان معاه الشيك بتاع الاهلي، بقول لك دي الاستاذ محمود بقى اللي هو كان بيقول انه خالي ولي امره، اللي كنت بيحضر التفاوض كله. الراجل جه هم جايين فاكرين انه حي. فانا قلت مش عايزهم، عايز امهد لهم هم داخلين يشعروا انه محتمل يكونوا مش هيلحقوا يشوفوه. فالراجل نزل من العربيه لقيته اتخشك كده، اتشنج، جاله صرع من هول المفاجأة وهول الصدمة. فالمهم هو لما المستشفى بيدونا متعلقاته، ادونا محفظته، بنفتحها لقينا الشيك اللي واخده بقاله 3 أيام في جيبه، ما صرفوش، ما جريش على البنك يحطه. فيشعرك ان ده انسان. كان اخر حاجة قالها لك يعني الاهلي عمره ما خلف معايا ميعاد، مش هخلف ميعاد مع الاهلي. بس يعني فده كان الماتش ده فيه 3 من الاسماء، كل واحد يعني استاكوزا و استاكوزا وعمرو سماكة. عمرو سماكة ده كان حدوته مصر كلها متابعاها. وبعد ما طلع الاستغناء فعلا الاستاذ حسن فريد اداه لنادي الزمالك، اصرار الوالد خلاهم يلغوا الصفقه ويعود الى الاهلي. اذا هو عايز كان لاعب ممكن يبقى احسن من كده بكتير يعني. لما نقف عند عمرو سماكة يبقى في درس في الشخصيه بقى، ازاي ممكن شخصيه لاعب زي ما خلت واحد زي محمد ابو تريكه واحد من اعظم اللاعبين في تاريخ الكره المصريه، خلت سماكه وهو عنده نفس القدرات تقريبا ان لم يكن عنده مهارات كانت متميزه جدا. عايز تعرف دوكوتي قال عليه ايه؟
مانويل جوزيه. تاني. مستر مانويل جوزيه قال عليه ايه؟ وعلى فكره لعبوا على طول، ما انت شفته ماتش قدام انيمبا. انيمبا كان بطل افريقي في السنه اللي قبليه، وما خسرش ماتش. اول مباراه يخسرها وخصوصا على ارضه كانت من النادي الاهلي. في الماتش عماد متعب. لا اسامه حسني، ما دي ده المط... ده الماتش اللي هنا، الماتش اللي هناك. هناك عماد. هناك عماد كسبناه رايح جاي. مستر جوزيه لما وريتهوله ونزل التمرين مره واثنين وثلاثه، فبساله يعني ايه انطباعك عنه، انا شايف انه لعيب موهوب جدا. قال لي هقول لك حاجه، اذا حب يكون اهم لاعب في مصر هيكون عنده ميزات رؤيه الملعب والتحكم في ايقاع المباراه زي ابو تريكه، بس يمتاز كمان انه يستطيع الاختراق الطولي. لما تشوف الجون اللي جه ده هتفهم معنى الكلام اللي قاله مستر مانويل جوزيه. اول جون جابه اسامه حسني استلمها ازاي واخترق وبصها ازاي، لكن الشخصيه والطموح ما ساعدهوش، اضعف من امكانياته. امكانياته اعلى بكتير قوي من شخصيته، من انه يتخيل نفسه اهم لعيب. واحمد حسن استاكوزا نفس ال لا احمد استاكوزا الحقيقه طموحه كان كويس وشخصيه كويسه واخلص، لكن احمد كان وزنه قابل لزياده. ده بقى يعني عايز تعرف قصه كده عن صاحبك حسين حلمي اللي بيموت في النادي الاهلي وعايز يعرف كل صغيره وكبيره، كل مره فسحه في حته، هو دخل لقى عندي استاكوزا ده عدو في النادي الاهلي ويحب يعرف كل حاجه، وانا ما كنتش احب اقول حاجه لحد. فدخل لقى الكابتن احمد حسن وانا بمضيه استاكوزا. استاكوزا. فدخل بيقول له، بيعمل لي زي كانه بيجيب لي خبر، في حته لعيب في الشرقيه للدخان. عملت له كده، قال لي في ايه؟ شاورت له على اللعيب. قال لي مين ده؟ قلت له ده لعيب هاندبول بس اخلصه ما تحكيش قدامه. قال لي لا ده في لعيب اسمه احمد حسن. بعد ما مشي نزل لقاه تاني يوم في التمرين، قال لي انت بتشتغلني؟ وديته هاندبول. معلش طولنا على حضراتكم في الاطلاله الاخباريه اللي تخللها الكثير من التفاصيل اللي كانت مهمه الحقيقه في المشهد الاهلاوي الحالي. ضربه البدايه نفوتها المره دي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ضربه البدايه نفوتها المره دي، نفوتها المره دي لاكثر من سبب والاكثر من اتجاه والاكثر من حد. بس خلينا الاول نقول لكم، لانه الاسبوع الاول في الدوري اخر مباراه في هذا الاسبوع انتهت منذ قليل، تعادل فيها انبي وسموحه 1-1 عشان يكتمل عدد اهداف الاسبوع الاول في المسابقه ب 20 هدف. كان الداخليه استهل البدايه بالتعادل مع بتروجيت 1-1 في مباراه شهدت جدلا تحكيميا حقيقيا، وطلب مسؤول بتروجيت ومدربهم الكابتن محمد يوسف بإعادة المباراة لأنه فيها خطأ قانوني فادح. لجنة الحكام اللي بتتكلم تشوف أحمد سمير فرج لاعب الداخلية وهو بينفذ ضربة الجزاء اللي سجل منها هدف فريقه، لمس الكرة مرتين، هو جاي يلمس اتزحلق فلمس بيمينه وبشماله، ده خطأ قانوني صريح في تطبيق أو تنفيذ اللعبة كان يستوجب احتسابها ضربة حرة غير لا مش ما تتعادش ضربه حره، ضربه حره غير مباشره على الداخليه. على فكره دي قريبه بس الثاني ما تملكش منها، فاكر بتاع سعيود؟ ايوه امير سعيود. امير سعيود في كيما اسوار. بس الثاني ما لحقها ما طلعش ثاني مره غير قصيره. فالداخليه تعادل مع بتروجيت بهذا الهدف غير الشرعي 1-1. المقاولين كسب الرجاء 3-0. طنطا والنصر تعادلوا 0-0. الاتحاد وكان متقدم لكن الاسماعيلي استعاد زمام المباراه مره اخرى وفاز 4-2 في تلت ساعه. الانتاج الحربي تعادل مع الزمالك 1-1، او الزمالك تعادل مع الانتاج الحربي 1-1. المقصه والاسيوطي، الاسيوطي بيحدث المفاجاه ويتعادل مع كان فين 1-1 في الاسيوطي، مش فارقه يعني الفيوم والاسيوطي قريبين جيران. المصري فاز على وادي دجلة 1-0، والأهلي تعادل مع طلائع الجيش 1-1، وأخيرا سموحة وإنبي 1-1. هنلاحظ 1-1
النتيجة اللي انتهت بيها مباراة 2-3-4، خمس مباريات انتهت 1-1، كل مباريات والمباراة 6-0-0، كل مباريات الكبار الكبار انتهت بتعادل مع عدد المصري فاز بضربة جزاء. وأيضا هناك بعض الجدل في هذه المباراة ان في ناس بتقول كان في ضربة جزاء مستحقة لل وادي دجلة، لكن في النهاية المصري كسب 1-0، فهو الفريق الوحيد اللي فاز. عدد ضربات الجزاء اتحسب على وادي دجلة واتحسب على 4 ضربات جزاء في الأسبوع الأول، في الأسبوع الأول. ومحمود المخبازي عايز يثبت لك انه صاحي فبيقول لك 36 انذار هذا الأسبوع، بيعد الانذارات. شكرا لمخبزي. بيعد الانذارات 36 انذار في هذا الاسبوع. طنطا الاكثر حصولا على الانذارات، خد 5 انذارات، مفيش بطاقات حمراء حتى الان والحمد لله، و20 هدف شهدتها مباريات الاسبوع الاول. الاسبوع الثاني هيبدا ان شاء الله تعالى يوم الخميس، بتروجيت هيلعب المصري في برج العرب، وطلائع الجيش هيلعب مع الانتاج الحربي مباراة عسكرية خالصة هتكون في استاد جهاز الرياضة العسكري. ثم الرجاء هيلعب الاسيوطي في استاد حرس الحدود بالماكس. يوم السبت القادم النصر مع الاتحاد السكندري في استاد القاهرة، وادي دجلة هيلعب انبي في استاد الدفاع الجوي. يوم الحد كان من المقرر أن يلعب الأهلي مع مصر المقاصة، لكن تم تأجيل المباراة نظرا لمشاركة الأهلي أمام الترجي التونسي يوم السبت في دوري أبطال أفريقيا. لكن في نفس اليوم سموحة هيكون بيلعب طنطا في استاد الإسكندرية، والإسماعيلي بيلعب المقاولين أولاد العم في استاد الإسماعيلية، وختام هذا الأسبوع هيكون بمباراة الزمالك مع الداخلية في استاد بتروسبورت. دي مباريات الأسبوع الثاني للدوري اللي شهد في الأسبوع الأول زي ما قلت لحضراتكم 20 هدف. من نتائج الملفتة تعثر حامل اللقب الأهلي الحامل أو حامل اللقب شبه الدائم للبطولة إلا فيما هو ندر، تعثر في البداية. هنقول لكم العناوين الصحفية اللي بصت على تعادل الأهلي أو تعثر حامل اللقب في الافتتاحية. الأخبار كان عنوانها الأهلي يتعثر في الطلائع ويخسر نقطتين، الأهلي يسقط في فخ التعادل 1-1 مع طلائع الجيش، بداية متعثرة للمارد الأحمر قبل موقعة سبت الترجي. سبت الترجي مسألة مهمة جدا. الأهرام المسائي أفورت المسألة قوي ورأيها أنه الأهلي ضائع أمام الطلائع، هو الافيه تحكم بس. ايوه. ونقلت على الكابتن حسام ان الحكم حرمنا من الفوز. هنشوف الحكم حرمنا ولا عمل ايه بالظبط في حلقه النهارده. وقالت الاهرام المسائي مفيش مهاجم، الاحمر سيطر كل الوقت ووصل كثيرا وافتقد للهداف، وسوء التنظيم الهجومي اهدر كل الفرص. المساء كان عنوانها نقطه للاهلي وجماهيره في اول محطه، وقالت المساء الأهلي بدأها بنقطة، الطلائع تقدم بهدف وصاروخ الشيخ أنقذ حامل اللقب، أخطاء كارثية للحكم كادت تفسد المباراة. ما تيجي بقى نتوقف عند كده بقى، الكل يلوم الكل يلوم الكل يلوم، بعدين يقول لك أخطاء كارثية للحكم. وهنكتشف مما هو آتي 4 ضربات جزاء للأهلي زائد 4-5 فرص للأهلي، وبعدين يقولوا لك سوء الاداء سوء الاداء. هو احنا سوء انت بقى هو احنا هو احنا تحكم يعني بتحكمنا في تحليل الامور نتائج المباريات. يعني كيف يمكن الاشاده من ناحيه بفريق بنقول انه كان كويس ورغم كده انت قدام فريق كويس استطاع ان يقدم مباراه طيبه، كان في تحامل تحكيمي عليك حرمك من 4 ضربات جزاء واحتسب عليك ضربه جزاء مشكوك فيه. أي. وحرمك الحظ في كرة في العارضة في البداية من هدف مبكر، وبعد يعني لازم واحنا بنحلل ممكن الأهلي يأدي أحسن من كده طبعا، بس دي أول مباراة. أي. وفي نقص في الصفوف هائل جدا عن التشكيل الرئيسي بتاعه لأسباب عديدة جدا. أديك شايف معظمهم النهاردة كانوا في مباراة ودية عملوا إيه؟ ما علينا يعني هنخوض في التفاصيل دي، بس يعني العنوان
بيفسر بعضه يعني بتقول ايه الطلاق اخطاء كارثيه الحكم كادت تفسد المباراه كلها ضد الاهلي اخطاء كارثيه كلها ضد الاهلي الوطن قال الاهلي يفقد اول نقطتين في مشوار الدفاع عن اللقب كلاسيكي. امام طلائع الجيش المصري اليوم قال الطلائع الجيش يخطف نقطتين من الاهلي ماشي. في الجوله الاولى للدوري العام البوابه نيوز الاهلي يتعادل مع الجيش في رحله البحث عن النجمه الرابعه حكايه النجمه في عرف الملابس الدوليه الرياضيه كل فريق بياخد بطوله الدوري في بلده 10 سنين ياخد نجمه يعني النجمه ب 10 بطولات والله انا خايف من الزن الاهلي بيتطلع للقب الأربعين باذن الله تعالى هذا الموسم لما ياخد اللقب الأربعين يبقى حقه يسجل النجمه الرابعه يبقى الاهلي 4 نجوم طبعا يا رب عقبال ال7 نجوم حد قبل كده ملى الفانيلا بتاعته نجوم كتيره جدا فافقد قيمه النجمه عند الناس يا ما بقتش الناس عارفه كان في ناشين في البرلمانات زمانه وناشين تملح من الملك ورؤساء الجمهوريات وفي ناشين في الحسين على شكل غطيان كازوزه ايوه انت اللي عايز يلبس غطا كازوزه يقول ده نشان يلبس انت متضايق من الناس ليه؟ يا لعيب طيب البابا نيوز الاهلي يتعادل مع الجيش في رحله البحث عن النجمه الرابعه زي ما قلت لحضراتكم هي ايه النجمه بالظبط 10 بطولات تديك نجمه 10 دوري بنجمه يلا كوره الاهلي يبدا رحله النجمه الرابعه بالتعادل مع الجيش وسط اخطاء تحكيميه هتلاقوا كتير في العناوين حته النجمه الرابعه فحبينا نقول لكم النجمه بتيجي ازاي الموقع الرسمي للنادي قال الاهلي يتعادل مع الجيش في افتتاح الدوري دي العناوين الصحفية المختلفة لافتتاحية حامل اللقب بنشوف مع بعض الفيديوهات بقى الفيديوهات عشان نشوف السادة الخبراء محللي الاستوديوهات المختلفة كيف رأوا افتتاحية حامل اللقب وأسباب تعثر الأهلي البداية بالطبع مع شيخ المحللين ولا يفتى والدكتور طه اسماعيل يتحدث لأون سبورت النادي الاهلي طول الماتش متوتر وعصبي وما عندوش صبر في بناء الهجمه متسرع كرات طويله ما كانتش دي سمه النادي الاهلي سمه النادي الاهلي الاستحواذ باستمرار الجيد كرات طويله في بعض الفترات فقط انما الكرات الطويله دي في اوقات تلاقي المساحات فاضيه في نص الملعب زي ما شفنا في الشوط الاولاني لو شفنا اللقطات اللي جت مربعات كبيره جدا مساحات لان الناس اللي واقفه تحت هي والناس واقفه قدام وبعمل الطويله بتترد الكوره على النادي الاهلي والنادي الاهلي دافع بعدد كبير من اللعيبه لدرجه ان مفيش حد مستني الريباوند اللي هترد وبالتالي شفنا موقف 6 لعيبه من فريق الجيش مهاجمين 2 لعيبه من النادي الاهلي مدافعين فقط بس للاسف يعني اللي حصل في الهجمه يعني صلاح امين ده راح شايطها على طول مع ان كان ممكن يعملوا بيها حاجات كتيره ويجيبوا منها جول بسهوله جدا يا ريت اللقطه لو جابها هتبين موقف عجيب جدا مش ممكن ابدا احط كل الفرقه في ال 18 ولا كرات طول حتى مش مستني بره ال 18 حد ياخد الريباوند ولذلك كل مره بترد من النادي الاهلي من دفاع فريق الجيش ما تلاقيش حد الا بتوع الجيش بس ياخدها ويكمل بيها فطبعا ده عدم تنظيم واضح التنظيم ما كانش كويس في النادي الاهلي تنظيم التنظيم في ناحيه الانتشار في المواقف المختلفه موقف بلعب على قدام يبقى فيه لازم ناس مستنيه الريباوند بلعب الكرات الطويله يبقى بلعبها ويروح على طول للناس اللي بتلعب في نص الملعب تكمل عشان تاخد الكره اللي هتترد انها ما تسيبش المساحه الكبيره الفاضيه الصبر في نقل الهجمه كان فيه تسرع كبير جدا ده كلام مدربين وبيدلل كل كرة مشتتة نظرا للاندفاع وعدم الانتشار الجيد من خط الوسط في النادي الاهلي كانت تشكل احيانا هجمات مرتدة بعدد كثيف من لاعبي طلائع جيش شكلت واحدة منهم خطورة داهمة لولا تسرع صلاح امين شاط الكرة وكان يستطيع ان يتبادلها لكن ده موقف او اتنين بس طول الماتش الدنيا ماشية في سكة تانية خالص ونشوف الفيلسوف أيمن يونس ماذا يقول أعتقد الأهلي قدم خدمة لطلائع الجيش في أسلوب لعبه
وده اللي خلى احمد سامي يعيش مباراه هو في معظم اوقاتها سعيد. الاهلي قدم خدمه نص الملعب المتوتر اللي بيلعب كرات طويله مش شخصيه النادي الاهلي، فخلى معظم الكرات فيها التحام دفاعي ومعظمه كان في صالح النادي الاهلي، لان ازاره درجات التحامه كانت محدوده جدا. احمد الشيخ لا يجيد فن الالتحام العالي، ووليد سليمان ما يلتحمش على الاطلاق. المباراه كانت سهله جدا بالنسبه لاحمد سامي، دي طبعا الفرص اللي راحت، لكن تشعر بالتسرع، تشعر بالرعونه، تشعر بعدم التركيز. في اسلوب لعب النادي الاهلي في منطقه نص الملعب سهل ماموريه فرقه طلاع الجيش، اسلوب اطراف او جناحات النادي الاهلي سهلت الماموريه لطلاع الجيش. احمد الشيخ بيوقف الكره كتير، احيانا بيصيب الفرقه ببطء نتيجه اسلوبه في عدم استغلال السرعه والمساحات اللي بتبقى مفتوحه في طلاع الجيش، فده كان بيخلي فرقه طلاع الجيش من الناحيه الدفاعيه يقدر يرجع ويلم نفسه ويدافع نتيجه البطء اللي موجود على الاطراف. تغيير شخصيه الاهلي الهجوميه عن الموسم اللي فات اللي كان فيها مؤمن زكريا كل لعبه على الجون، اللي كان فيها وليد سليمان كل لعبه على الجون، اللي كان فيها اجاي كل لعبه على الجون، كانت المأمورية سهلة لعبد الله السعيد ان يقدر يرمي الكرة في مساحات على ثلاثة على طول عندهم هاجس التهديف في اي لحظة، على ثلاثة مختلفين جدا مع عبد الله السعيد، حتى عملية توظيف وليد سليمان كانت محبطة لوليد سليمان. كل ده كان ليه مردوده الايجابي لصالح فرقة طلائع الجيش. الشيخ طه سجل ملحوظة انه كل هجمات الاهلي او الكرات العرضيه للاهلي لما بترد من دفاع طلاع الجيش ما بتلاقيش حد يقابل بره ال 18، فبتروح هجمات مرتده خطره على الاهلي، وده فكرنا او القى بالدور على واحد زي عمرو السوليه، عنده ميزه الشوط متميز فيها جدا، وهو كهاف ديفندر دي منطقته، لانه كمان هذه المنطقه بهذه اللعبه هي اللي صنعت مجد هادي خشبه وزر. مجد عبد الغني في بدايه طلعته يا باشمهندس اتصيط من المنطقه دي بالطريقه دي اللي الشيخ طه اسماعيل بيتكلم عليها. راي البلدوزر نفسه في هذه المباراه قبل ما نروح لراي البلدوزر لازم اربط بالراي الشيخ طه وراي الكابتن ايمن يونس في حته التوتر، التوتر والتسرع. قالوا في توتر وفي تسرع بالزبط. ادى الى ان خط الوسط بدل ما يلعب بيتناقل كره بحيث انه يصل من الاطراف ومن العمق بكره منقوله، سهل مأمورية الدفاع انه بيلعب كرة طويلة. صحيح. والكرة بتاعت ازارو اللي انفرد بيها وكان له ضربة جزاء لانه تم جذبه من فانيلا ففقد توازنه. دي كرة منقولة جوه ال 18 من الشيخ لازارو ومشي بالعرض واخترق. ففعلا نادرا ما كنا بنشوف نقل الكرة وال1 تو هات وال1 3 والحاجات دي ما شفناهاش في حلو ال1 3. ما هو ساعات الواحد بيحفظ كلام كده من الفيسبوك بتعجبه. 1 3 حلو. ما يبقى ثلاث لعيبه مشتركه في عمليه ال 1 2. ايوه. فبتبقى سرعتها بتدي لك الفرصه انك انت تعمل مفاجاه. قد تصل بيك الى المرمى في خطوره. حبيت بس ان اذا الاثنين رصدوا نفس الظاهره يبقى ده واقع الملعب. بالظبط. طب يعني قبل ما ننقل، ايه التوتر؟ التوتر إيه المسؤوليه. ما هو الزمالك متعادل 1-1. ايوه. ومؤكد ان الجهاز الفني قال لهم نظرا للغيابات المهمه، يعني هو ذكر ثلاثه مش موجودين في الملعب. يعني قال لك اجاي و صالح وصالح جمعه، لا وحد تاني، ثلاثه مش موجودين. مؤمن زكريا. الثلاثه مش موجودين في الملعب. قال لك دول كانوا بيلعبوا بيقدروا يوصلوا لك بال1 2 وال1 3 وازاي مؤمن زكريا اللي الناس بخس حقه كان بيتواجد في اللحظه المناسبه في المكان المناسب يجيب جول. صحيح. لاعب مهم جدا، يعرف امتى يدافع وامتى ينطلق. سيبك بقى ان هو يلعب كره غلط ولا تتقطع منه ولا يجي رقص، ما هو الحساب مش كده. الحساب بما تشكله من فارق تكتيكي في الملعب. الملاحظه دي ثلاثه دول مش موجودين، في ثلاثه جداد عشان تعملها عايزه وقت. يعني في برضو عذر الى حد ما للظروف للظروف اللي ادت ان اللعيبه بقى الموجوده كمان عايزه تقول لا نحن هنا وعايزين بسرعه نحقق فوز. يعني اتفاجئوا بالبينالتي عكس سير المباراه. يعني المنافسه بين اللعيبه سبب للتوتر؟ لا مش تملي. اه ما انت لو لعيب او اتنين نزلوا مع فرقه
متجانسه شكلها واضح هيشيلوهم. ايوه يعني انت لما تشوف حتى اداء ازارو في البطوله العربيه مختلف احسن. ايوه امبارح كان عليه مسؤوليه لوحده، كانت بتتعمل له كور طويله مطلوب انه يكون محطه ويهيئ. واخد بالك دوره اختلف. فانت ظروف مباراه، عشان كده العنوان كويس المره دي، تفاوت المره دي نعديها المره دي ما نكونش في قسوه التقييم التحليلات. يعني نلتمس بعض الظروف البدايات. نشوف راي كابتن مجدي عبد الغني. النهارده في حاله من الارتباك الفكري للاعيبي النادي الاهلي، مش مركزين في اللقاء اول مباراه، والمفروض ان اول مباراه دي اصعب مباراه، لازم نبقى عارفين انها مباراه صعبه، لان احنا متساويين لياقتنا البدنيه لسه، احنا بالرغم ان النادي الاهلي لعب بطوله عربيه باللعيبه دي وعمل فتره اعداد وعمل مباريات وديه، هو الاجهز وهو الافضل على الورق، وهو شايف ان دي قويه زياده. طبعا جامده زياده على اللزوم. كان لازم تعمل اخف من كده عشان هو يحط دماغه صح يجيبها. يعني يا دوب يوجهها. انما هي جت قويه جدا، فلما وجهها طلعت من دماغه. صحيح. واخد بال حضرتك؟ فكل ده المفروض ان لعيبه النادي الاهلي عندها الادفانتج، ما قدرتش تستغل ال الافضليه ديت، لانهم كانوا متسرعين مش متحمسين، ما عندهمش الـ يعني الروح اللي تقول النهارده هنكسب في الدقيقه 90، مش ده اللي كان موجود في نهايه البطوله اللي فاتت. طيب. الجزئيه الثانيه ان في لعيبه عندها حاله اجهاد، احمد فتحي النهارده اللي عمل مباراه رائعه امام اوغندا، مباراه اكتر من رائعه، ونجم المباراه. طيب. في وجهه نظري النهارده احمد فتحي تحس بالاجهاد شويه، عبد الله السعيد النهارده بيظهر على فترات ويختفي، تحس برضو بالاجهاد شويه. مفيش يعني تصويب على المرمى من بره، يعني الكره الوحيده اللي اتشطت على المرمى من الكره الثابته راحت جول. استاذ ابراهيم، واحنا بنتفرج يعني حسيت انك عايز تقول لي كيف اثرت ثقافه ودراسه الكابتن مجدي عبد الغني في انتقائه للالفاظ الفلسفه. هو ده خريج اداب فلسفه. اداب فلسفه، فقال لك الارتباك الفكري. الارتباك الفكري. انما هو برضه اتفق على موضوع التصرف، بس هو جنبه الفيلسوف. ما هو بس هو ايمن يونس، ما هو ده الصراع. حابب فاهم الفيلسوف. انا عندي برضه لكن هو عنده حق في يعني هي الملاحظه في الاخر ادت الى ايه؟ ادت الى التسرع. رغم انه قال حاجه ثانيه ما معناها التكاسل. يعني ازاي تبقى مش متحمس ومتسرع؟ يعني ده الارتباك الفكري، وده اللي يعني حته الفلسفه في الموضوع. يعني مش الفكر، هو الارتباك الذهني ممكن اوقع، يعني هو ارتباك ذهني اكتر منه فكري. يعني ليه انت لما تفكر بشكل ملتبس يبقى ارتباك فكري؟ الفكر حاجه تانية. يعني ايه الفكر؟ ارتباك في تفكيره. ما تقول لي انت ارتباك في تفكيره اكتر منه تقلب بقى الفلسفه. لا ده حلو الكلام ده، لان الناس لازم تفهم المصطلحات دي. ما هو زي الثبات الانفعالي. يعني حتى كل مدربين الكوره بيرددوا اصله فلان عنده ثبات انفعالي. في علم النفس مفيش حاجه اسمها ثبات انفعالي، في حاجه اسمها اتزان نفسي وتوازن نفسي. لكن ازاي يبقى ثبات وانفعالي؟ يعني ممكن يبقى اتزان انفعالي؟ ما دام في انفعالي يعني في اداء حركي، يبقى في اتزان برضه. لا في حركي، ما حركي يعني فعل حركي. ما هو التوازن ممكن يجي مع الحركه، انما الثبات ما يجيش مع الحركه. ايوه، ازاي منفعل وثابت؟ يعني نظام الجري في المكان، وانت في مكانك انفعل بطريقتك. على اي حل؟ هو توازن نفسي، اتزان نفسي. بس فعلا، لان انا في دكتور علم نفس لفت نظري قال لك الكلام قبل كده، المصطلح ده قال لي خطوره الكوره ان الجمهور بيسمع وهو مستسلم. الناس لا لا، ممكن تستخدمها في مجالات فأنت اخرى، فانت بتفضل تعبي في تفسير مجالات في الفاظ كتيره. صح. جدا لازم أن ننتبه ليها. انما ارتباك فكري عجباني. لا يعني في فيلسوف طبعا، فكر ممكن فكرك يرتبك يعني. المهم البلدوزر برضو اشار الى حته التسرع، بس اضاف اليها فقدان الحماس. ولو اني يعني ازاي افقد حماسي في مباراه هامه زي كده؟ انا مش فاهمها يعني. لكن على الاقل كان التركيز في وجهه نظره مش واضح. طب انت عايز برضو تشوف الكابتن زكريا؟ ده برضو ثقافه تانية. ثقافه تانية، بس برضو
من اللعيبه المتعلمه يجيب لك وجهه نظر خاصه بيه هو. نشوف الكابتن زكريا نصر. فنيا كابتن زكريا، اعتقد ان طلائع الجيش يعني يستحق نقطه تعادل النهارده بمساعده الحكم برضو. طبعا، لان الحكم في بنالتي للاهلي، فبالتالي كان ممكن يبقى 2-1. انما اللي نقف عنده هو ليه الاهلي ما جابش جوال في الشوط الثاني غير من ضربه ثابته. احنا قلنا الشوط الاولاني كان الاهلي مايل شمال حسين السيد، الشوط الثاني حصل تنوع فعلا، لقينا احمد فتحي بدا يبقى ليه دور هجومي كويس، كرات عرضيه كتير، شفنا تسديد على المرمى، حتى اسلام محارب ليه تسديده، سعد سمير نفسه سدد من بره ال 18. فاذا المحاولات كانت كلها ايجابيه على المرمى، باستثناء ان الكره تيجي جول. بس حسام انا اتفق مع التوتر اللي حصل للعيبه بسبب التحكيم، ده يحصل، بس هو مش المفروض يحصل مع لعيبه النادي الاهلي، لان الوقت فيه وقت طويل، وانت تقدر ان انت تعوض وتكسب كمان. توقيت الجول كمان بالنسبه للطلائع في الاهلي، دول سببين خلوا اللعيبه تتوتر. بس التوتر ده مش مطلوب لكل اللعيبه، ممكن بعض اللعيبه يحصل لها توتر. بس كابتن زكريا، ده النادي الاهلي متعادل في الدقيقه 57، يعني انت على قدامك 30 35 دقيقه كمان. انما لما ترصد الفرص اللي ضاعت هتلاقيها ضاعت من 2 لعيب، وليد ازارو، وليد وريان جالو 2. الحقيقه في كابتن زكريا يعني بيسجل ان توقيت هدف الطلائع المبكر اربك حسابات لعيبه الاهلي، وكان سبب التوتر في وجهه نظره. لكن بيستوقفني في استوديو دي ام سي محمد بركات. انا والله كنت لسه هقول الحقيقه بينضج كمقدم برنامج تحليلي، لا ده عنده لوج جديد قوي، لا وكمان اسئلته فيها دهاء اللعيب، ده فيها شخصيته. ايوه يعني هو عايز يقول حاجه على لسانه. تجربه مهمه لبركات الحقيقه، يعني الناس لازم تاخد بالها. كابتن بركات عايز يقول حاجه بمنتهى الذكاء. يعني هو قاعد حاسس بحاجه فنيه، وجهه نظره في السؤال دايما. فهو عايز بس شوف ذكاء ان هو ازاي يسيطر على ان هو محاور. ايوه، مع ان كل الناس بتقول رايها بصراحه. يعني هو رايه في خضم السؤال، يعني عايز تقول رايك قول يا كابتن، وهنسمعه. وعايزين نسمع رايك. لكن انت عايز تلعب الدور الصارم الاعلامي الجديد. اولا عجبني النيو لوك قوي. كده تحس ان هو بس الجديه زياده شويه. لا حلو قوي والله، عجبني. هو اصله لو قللها هيهزر. هيهزر وهو مش عايز يهزر. ايوه، وان الاوان فعلا ان نسمع الجانب الاخر الجاد اللي موجود جوه، اللي محدش شاف بركات جد ابدا. لا احنا شفناه في ادائه، شفناه في احترافيته، صحيح، شفناه في ادارته لموهبته، صحيح، لكن صحيح. ما شفناهوش في مواجهه الاعلام. اذا هو الان راجل شكله لا عاجبني جدا. قعدته ركزه. سؤاله زي ما انت بتقول فيه دهاء. بيحط بيوجه المحاور الى انه جاو في الاتجاه ده. يعني شايف حاجه شياكه وجميله جدا، عجبني قوي نيو لوك ده. واعتقد ان بركات بدأ يستقر في موقع استوديو التحليل، لا استوديو التحليل والمحاور الجيد. طبعا هو يملك الفنيات. لكن كمان الادوات، ادوات الحوار وادوات ازاي تسيطر على الحوار وعلى اللي قدامك. وجهه نظره في سؤاله معاه برضو تقايل كتيره الحقيقه، لما يبقى معاه كابتن حسن شحاته ويبقى معاه كابتن فاروق جعفر والصقر احمد حسن. مؤكد انه دي وجهات نظر يستمع اليها. نشوف الكابتن فاروق جعفر والكابتن احمد حسن. خلينا اتفق معاك في كلمه ان النادي الاهلي الشوط الثاني تحوز وسيطر وكان اكثر تنظيما وراح للمرمى، لكن كل ده اداء سلبي. مفيش اهداف راحت من النادي الاهلي الا الكورتين اللي راحوا لوليد، مش اداء المكسب. انت النهارده حتى النادي الاهلي النهارده رغم الاستقرار بتاعه في اللعيبه، وكنا بنتكلم عن الاستقرار، وده يخلي النادي الاهلي الاقوى وهو الاكثر انتشارا والاكثر قدرات في الملعب. النهارده شفنا النادي الاهلي الشوط الثاني ادى بشكل كويس جدا، ولكن على حساب فريق الطلائع. الطلائع هو اللي سمح للنادي الاهلي ان هو يسيطر،
طلائع المعدلات البدنية هبتت شوية، فالنادي الأهلي كان أكثر انتشارا. الدوافع النفسية والمعنوية وقدرات النادي الأهلي فرضت الأداء بتاعه الشوط الثاني، ولكن معرفش يخلص المباراة، وهنا يبقى هنا الأداء غير مقنع. التعامل مع المباراة تغييرات بحسام، يعني حاول بقدر الإمكان حتى تطلع الاثنين الشول اللي احنا كنا بنتكلم عليهم، أحمد الشيخ ووليد سليمان. ولكن النادي الأهلي إذا كان تواجد النهاردة، كنا بنقول ما فيش صانع ألعاب في الفترة الأخيرة، النادي الأهلي النهاردة عبد الله اشتغل بشكل جيد جدا، أحمد فتحي اشتغل بشكل جيد جدا، عمرو السلية اشتغل بشكل جيد جدا، حسين نجم المباراة، حسين كان نجم المباراة النهاردة. ولكن انت مهما تعمل في الكوره ما عندكش واحد يخلص، ما تقدرش تنفذ اللي انت عايزه. فالنادي الاهلي النهارده فقد لمهاجم يخلص المباراه، ودي كانت المشكله الاساسيه. مهما تسيطر، مهما تستحوذ، مهما تعمل كل حاجه في الكوره، ولكن انت محتاج اللي يترجم لك الشغل ده كله، وهو المهاجم اللي يجيب اهداف. ده راي الكابتن فاروق جعفر، وانه الاداء كان سلبي، افتقد الفاعليه وافتقد الايجابيه في معظم الفترات. طيب الصقر احمد حسن، طب ما نستنى مع فاروق شويه. قول الكابتن فاروق دائما معني جدا بوجود المنسق وصانع الالعاب وفي كل المباريات اللي كان بيحلل فيها كان يرى ان اذا كان هناك عيوب بتبقى عيوب في المنطقه دي. المره دي قال ان رغم غياب صانع العاب بشكله الكلاسيكي، لكن احمد فتحي عمل الدور ده، والسوليه عمل الدور ده، وحسين السيد عمل الدور ده، وكانوا قادرين يوصلوا الناس. ولكن الغياب هذه المرة كان عند الراجل صاحب الكلمة النهائية اللي هو بيترجم كل ده إلى أهداف. وقال لم يصل الأهلي بخطورة إلا من الكورتين بتوع وليد أزارو اللي بالهد، واللي هو اتشد فيها وهو منفرد، ودي أسهل الفرص طبعا، لأنه لو كان تمكن من الكورة بسهولة جدا الجون كان فاضي على شمال. وكان له راي سلبي في وليد ازارو الحقيقه، ولعله راي يعني متسرع شويه، لانه احنا الناس اللي حملت على وليد ازارو عشان ضيع الفرصه اللي بدماغه، ارجوكوا خليكوا فاكرين دايما وابدا انتوا طلعتوا عين في لافيو، انتوا رجمتوا في لافيو على مدار سنه كامله. لا ما كابتن مجدي عبد الغني شرحها شرح فني جدا، لكنه ارجوكوا مهلا، لانه اي لاعب جديد بالذات جاي من ثقافة فنية، من مدرسة تكتيكية مختلفة، عشان يجي يندمج في اسلوب لعب مختلف مع فريق زي النادي الاهلي عايز وقت. وما من لاعب تم جلده اعلاميا وتم رجمه فضائيا الا وثبت مع الاهلي نجاحه. اللي حصل مع فلافيو تكرر مع جونيور اجاييه السنة اللي فاتت. الناس اللي بدأت، حتى كابتن حسن شحاتة بالمناسبة في استوديو التحليل امبارح افتكر جونيور اجاييه، وقال جونيور اجي لما بدا كان تحفظاتنا عليه كتيره، لكن لما نزل تحت شويه ولما انسجم مع الفريق بان تاثيره وبانت اهميته مع الفرقه. ففكره ايفونا تحمل وتعرض برضه لضغوطات كتيره جدا، فاللاعب الجديد لازم نهدى عليه شويه ولازم نستنى. ما بقولكوش هينجح، ممكن ينجح وممكن ما ينجحش، في حالات كتيره نجحت وفي حالات برضه كتيره ما نجحتش، لكن في كل الاحوال لابد من الوقت ولابد من الصبر ولابد من ان الراجل الجديد ده ياخد فرصته وياخد الوقت الكافي. شوف جونيور اجايه له ثلاث مواقف كانوا يقدروا، يعني واحده منهم اتظلم فيها اثنين اتظلم فيهم لانهم ضربتي جزاء. انت بتتكلم على وليد ازارو امبارح. وليد ازارو واحده اتدفع بايده طار، واخد بالك؟ دي ضربه جزاء هنجلها والتانية اللي رقص وكرة جت على شماله ولكن شده من الفانيلا افقدوا توازنه، ودي اللي كان ناس بتفضل انه يقع، ولكني انا بقول لك ما كانش هيحسب له ضربة جزاء، لان هو لو عايز يحسب ضربة جزاء كان نقى واحدة من الاربعة الاكثر وضوحا من دي. انما هو اللوم في الكرة دي انه وهو متعسر ما كانش ياخد القرار، يستنى بقى على نفسه لحظة لما يركب الكرة عشان يحطها بعيد، لان الكرة سهلة. دي كرة سهلة، كان كل المطلوب يلف جسمه ومش مضغوط ويركبها ده خلاص، والجون ماسك العارضة وسايب له الجون فاضي خالص. يعني بس كانت تتوجه في المكان ده بأي قوة كانت هتبقى جول. لكن الكرة اللي لازم نلتمس له العذر فيها جدا، يعني الكرة دي أنا بحمله مسؤولية فيها. الكرة بقى اللي بالهيد الكابتن مجدي عبد الغني حللها تحليل فني واحد بيلعب وبرأه منها. قال لك حسين السيد رغم انها كره من الكور الجميله اللي فيها جماعيه،
وثرو باس رائع من الموهوب جدا احمد حمدي، لعب ثرو باس بدايته ما شاء الله لحسين السيد، خلي حسين السيد مع الجول بس ايه مضطر، وحسين السيد شاور له ازارو شاور له. لو لعبها على الارض كانت بقت اسهل على ازار طبعا، لكن لعبها فوق ماشي، بس كانت عايزه تكون اقل قوه، اهدى شويه عشان يقدر يوجهها. لكن هو بمجرد ما لمسها راحت في الاتجاه اللي جايه منه، بالظبط راحت في الاتجاه اللي جايه منه، رد الفعل بتاعها انما هي لو خفيفه كان يقدر يحولها والمساحه ربما يعني المسافه صغيره قوي ما تسمحش، خلاص هو انت يا دوبك تلمسها تلمسها بتوجيه. فهي لما ارتطبت بجبهته لانها قويه راحت ده على الارض ويبقى بكعب وتبقى مزيكا، ولا كعب ويا بوش يعني عملها جده كتير، بوش رجله عملها رؤوف بوش رجله. الكره اللي دي بتبقى سهله جدا انك بس ايه تلمسها تغير اتجاه، كل المطلوب منك هي ماشيه كده تغير اتجاه بس وهي ماشيه هتيجي جول. على اي حال احنا بنتكلم ليه على ازارو، ويعني ممكن نكون نتيجه لو احنا كسبانين مش هنتوقف عند الفرص دي لكن لما ما بتكسبش بتدور على اسباب صحيح. كمان الصقر احمد حسن واحد من الوجوه المتالقه في تحليلها، واللعيبه اللي لسه مبطله وعصرت معظم اللعيبه اللي لسه في الملعب الحقيقه تحليلاتهم بيبقى فيها الحس الفني لسه طالع بشوكته، لسه حاسس باللي في الملعب، كتير من المدربين اللي بيمرنوا مرنوه، فبالتالي لسه حاسس بظروف الجيم دلوقتي ايه، لسه نبض الملعب عايشه. أحمد حسن واحد من هؤلاء المحللين المتميزين الحقيقة، نسمعه. الشوط الأولاني تحس الملعب مايل كان ناحية حسين السيد، هو الوحيد اللي بيشتغل، رغم إن حسين كان بيشتغل دايما حتى هو ما بيستناش يطلع مع الكورة، لا هو بينطلق على طول، هو طالب إن الكورة تجيله على طول، وده أعتقد في وقت من الأوقات كان متطلب إن حسين يشتغل شوية، ولكن المشكلة كلها ان تحس ان كان في ازمه ناحيه الشمال، لا وليد عارف يلعب في الجنب ده ولا احمد الشيخ لما كان بيتبادل معاه بعد الوقت ان هو عارف كمان يلعب في الجنب ده، فبالتالي كنت تلاقي حسين هو اللي شغال لوحده في الجنب ده. لما حصل طبعا تغيير اللي تم بالنسبه للنادي الاهلي فشكل الاداء اتغير شويه. طب ما ده امر واقع يا كابتن احمد، هيبقى موجود على طول، ان انا هيبقى عندي كل ماتش هيبقى موجود وليد، هيبقى موجود احمد الشيخ. انا اعتقد ان مؤمن فايق بشكل كبير، مؤمن فايق بشكل كبير، لان لما تيجي تبص النادي الاهلي كان عنده بعض الاوقات في اشتغل ثلث ساعه كويسه قوي اللي هي او 25 دقيقه اللي هي بدايه الشوط الثاني لبدايه لحد 25 دقيقه، اللعيبه بدات تتحرك وهي بتستلم الكوره، وده اللي بيميز النادي الاهلي لما بيبقى موجود مؤمن، لما موجود وليد، لما موجود اجاي عبد الله السعيد، بيبقى فيه نوع من انواع الحركه فبيخلخل اي حد، حتى اللعيبه بتبقى صعب ان النادي الاهلي تعرف مين اللي بيشتغل هنا ومين اللي بيشتغل هنا. يمكن لما بصينا شويه في مشكله بالنسبه لاحمد الشيخ ان هو واخد طرف من الاطراف بيشتغل، فبالتالي شغله بدا يبقى قليل. لما بدا احمد الشيخ يشتغل من جوه شويه ويشتغل مع عبد الله السعيد وياخد حريه شويه بدا يظهر بشكل افضل. لما بدا يحصل نوع من انواع الحركه بالنسبه للعيبه اللي هم الثلاثي اللي هو بيبقى تحت الخط الهجومي بدا يبقى يشكل شكل قوي وفعال بالنسبه للنادي الاهلي. قبل ما اعلق على كلام كابتن احمد حسن، تخلي اتنين دول من 3 4 سنين كان بيلعبوا مع بعض في صفوف النادي الاهلي. طبعا تقييم الاهلي يا جماعه بخبرات السنين دي كلها، الاثنين دول عصارتهم ومجهودهم وكان مع النادي الاهلي، وشوف الاتزان اللي بيتكلموا بيه والنضج اللي بيتكلموا بيه والزوايا اللي بيتكلموا فيها من الناحيه الفنيه، تعرفوا ان لازم نتمهل بعض الشيء عشان نقدر نوصل للتركيبه السحريه اللي كانت موجوده قبل كده. لكن كابتن احمد حسن بيفتقد مؤمن زكريا، وانا بقولت لك قبل كده مؤمن زكريا هو ذلك اللاعب الذي لا يجد الانصاف الكافي سواء في النادي الاهلي في منتخب مصر، دوره مهم جدا ونضجه وتاثيره في الوصول بخطوره على المرمى وحتى في الادوار الدفاعيه. تخيل ان هو بيعمل هذا الكومبينيشن والانسجام، ما كانش اللعيب هيبقى على حسين السيد لوحده، كان هيبقى حسين السيد عارف هو بيلعب الكره دي ان مؤمن موجود هنا فممكن يرجع له الكره لورا بقى ما يلعبهاش بالعرض، لان مؤمن مؤثر جدا جدا من الناحيه التكتيكيه وعنده نضج على المرمى. يا جماعه انا الاوان ان احنا ندي لكل واحد حقه، نصبر على ازاره وندي مؤمن زكريا الحقيقه حقه.
طيب ونشوف تعال. رأي الكابتن علاء نبيل. علاء نبيل في استوديو قناة النيل للرياضة. لو جينا قلنا المباراة سيناريو كده، المباراة دي ممكن تلاقيها في وسط الموسم. يعني في أول مباراة في الدوري النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش، دي مباراة عالية أوي. جدا. يعني دي مباراة بتبقى في وسط الموسم، في نهاية الموسم. لكن كمباراة بالحماس والجدية والإصرارة في هذا التوقيت، أول مباراة في الدوري العام، دي حاجة كويسة جدا. مؤشر هايل. بدليل اللي أنت حضرتك بتقول هنشوف موسم قوي. النادي الأهلي تغير تماما الشوط الثاني، أداء غير يعني غير الشوط الأولاني بالمرة. البدني بتاع طلائع الجيش وقع الشوط الثاني خالص. النادي الأهلي زي ما حضرتك قلت ما بين الشوطين، قلت لك النادي الأهلي عصبي. تمام. لو تخلى على العصبيه هيلعب الشوط الثاني. يعني لا، كوره بيضغطوا بيلعبوا، تحس ان في انتشار وضغط، كل حاجه اتعملت، كل حاجه اتعملت ما عدا ان هي الكوره الاخيره بس كان اللي هي تخش جول. يعني هو وصل الجول في مرات كثيره جدا، لكن يعني وليد ازارو يمكن مضيع كورتين خانوا بالتوفيق في التسجيل. تمام. لكن هو ده بقى، هو ده النادي الاهلي. نفس الرأي برضو الكابتن علاء نبيل، العصبية ربما العصبية، بس علاء نبيل من المرات القليلة اللي يشيد بالأهلي في الشوط الثاني وقال لك عملوا كل حاجة بس كان ينقصهم يجيبوا الجول. عجبوا الأهلي وقال لك إن دي مباراة مكانها طبيعي تبقى في نص الجدول، الحالة البدنية والحماس والسرعة والجري. إنما المباراة زي مباراة الاتحاد السكندري الإسماعيلي، ما هو حكمها إيه؟ الحالة البدنية في الآخر. بالظبط. يعني الاتحاد السكندري عامل شوط لدرجه انا كنت بشوف تعليق الناس في الهاف تايم بيشبهوا هاني رمزي بجراديولا من الاداء واللعب والسيطره والوصول والسرعه والاثاره والجمال في المباراه. وفي تلت ساعه اخير ينهار كل ده بقى وصول الاسماعيلي البدني البدني سهل جدا. حدث هذا الامر، ولكن فطنه او ادراك احمد سامي بحاله لعبته خلت بقى الكثافه العدديه تقوم بدور افساد الهجمات. مفيش مساحات خالص اتيحت للنادي الاهلي يتحرك فيها، بعكس ماتش الاتحاد والاسماعيلي كان الاتحاد لسه عنده الرغم انه يلحق يعوض الجون الثالث وشايف ان هو احسن فنيا فسايب المساحات. انما كان في قناعه لطلاع الجيش ان كويس لحد كده، واحد واحد تمشي برضه. فطبعا والكابتن زكريا قال تعليق وبهزار بمساعده التحكيم. هي مساعده التحكيم دي الجمله اللي بس هنقول مساعده التحكيم، مش ضروري ناخدها ان يعني كان في تملق لطلاع الجيش، لكن بمساعده غلطات التحكيم بالتاكيد انت استفدت. صحيح. احمد حمدي الحقيقه من اللعيبه الصاعدين اللي الكابتن حسام البدري اداهم فرصه، وكان حسام البدري محل اشاده وتقدير كل الناس اللي حللت اداء احمد ياسر ريان واداء احمد حمدي، لانه كمان شجاعه من المدرب وهو متاخر والظروف ماتش زي كده يدفع باتنين، هو عنده ثقه كبيره فيهم. احمد حمدي فكر الناس كلها بعلاء ميهوب، لاعب الوسط المهاري اللي بياخد الكره ويروح. طب ما نشوف راي علاء ميهوب نفسه النسخه الاصليه في النيل الرياضه، شاف تعادل الاهلي مع طلائع الجيش ازاي. فكر فكره حسام هيلاعب ياسر ريان صغير مقلق هيجري كتير هيبقى هيعمل مشكله اتنين مساكين، وهيدوا حريه لوليد ازارو يلعب تحت احمد ياسر من تحت بس على يعني مايل ناحيه الشمال شويه، هو عايز يعمل ضغط هجوم الاثنين يعني زي راس حربه وتحتيه وليد ازارو بس متطرف شويه على الشمال ويسيب الجنب الثاني اللي احمد الشيخ. هو وجه التفكير كانت حسام كده، هيعمل ضغط، ما هو انت خسران واحد بتدور على تعادل انت لازم تعمل الضغط الهجوم اللي بيعمله ده، عشان تعمل الضغط ده لازم يبقى تعمل على تصدر حته قلق للمدافعين الجيش اللي هم غصب عنهم رجعوا زي ما كان علاء بيتكلم دلوقتي، هم نفسهم قلقانين قلقوا، وبعدين لما الواحد يضغط عليهم يقلق اكتر، لما تلاقي ان في اتنين موجودين مولين قوي وتغييره كمان هو بيقلق اكتر، حتى لو عايز يحافظ على النتيجه لا
لوحده من غير طبعا احمد سامي ما يتكلم او اي مدير فني بيرجع بيبقى قلقان على النتيجه، خصوصا يكون كسبان فريق كبير زي النادي الاهلي طبعا. بيبقى قلقان على النتيجه. فدي كانت تفكير كابتن حسام، واعتقد ان هو في بدايه الشوط الثاني وصل للموضوع ده، وصل عمل ضغط كويس جدا على الفريق، ناجح فيه كويس قوي. ضغط جامد جدا بقى، كل مشكله الجيش هم ازاي يطلعوا بالكوره حتى بيطلعوا بيها مش زي في الشوط الاول. فهو ده اللي وصل ليه كابتن حسام، ان هو يعمل الضغط الهجومي على فريق الجيش. وزي ما بقول لك انا، الحاله كمان بتاعت الجيش هو عايز يتعادل، وحالة بدنيه كمان في بدايه موسم اعتقد بالنسبه للجيش كان الحمل البدني كتير جدا. إذن إشادة بأداء الأهلي، وإن الكابتن حسام نجح في تغيير الفكر وعمل مطلوب منه كراجل كوتش في حدود الإمكانيات والدكة اللي قاعدة معاه بره، عمل اللي عليه. كان ينقص اللمسة الأخيرة والتوفيق أن تحرز هدف، والتوفيق أن الحكم يديك حقك. هو ده، كنت طلعت بنتيجة تاريخية في هذه المباراة. لكن تعال بقى نشوف الراجل اللي أنا بحب أسمعه بصراحة، يعني لانه دائما متزن ومنصف وعاقل ومش باصص للامور في لحظتها، كابتن حسن شحاته. تعالوا نشوف كابتن حسن شحاته. اذا النهارده احنا بنقول بدايه موسم، مش عاوزين نقول كل كوره هتروح يبقى اللعيبه ما عرفش ايه، لا ما تمام. يعني لو كل كوره لو كل فرصه هتيجي هنجيبها، ها مش هتبقى كوره يعني. مش هتبقى كوره يعني. فهي كده الحياه كده نفسها، مش كل حاجه انت هتنجح فيها، ممكن تنجح مره مرتين وسوري في الكلمه وتفشل في الثالثه او في الرابعه. فاذا النهارده احنا بنقول بدايه، بس البدايه مش للنادي الاهلي والنادي الزمالك، دي بدايه والبدايه صعبه، وخاصه ان النادي الاهلي لسه يعتبر لسه مخلص الموسم اللي فات. لكن اللعيبه اتغيرت، اللعيبه اللي موجوده اتغيرت، صحيح عبد الله السعيد موجود، وليد سليمان موجود، لكن في احمد الشيخ، في وليد ازارو، نزل اسلام محارب، نزل احمد ياسر ريان، كل الكلام ده لازم نديهم وقت عشان نشوف هم هل هيتمكنوا من تطبيق الكوره اللي النادي الاهلي بيلعبها ولا مش هينفذوها لانه مش هيفهموها. لا اكيد هيفهموها لما يلعب مره واثنين وثلاثه ومع التدريب و و و اكيد النادي الاهلي هيرجع تاني للطريقه اللي كان بيلعب بيها. نفس الوقت مش عاوز اتكلم بيعجبك كابتن حسن احترام. مفيش غرض، مفيش حتى تملق. يعني احيانا انت عشان تعمل محايد تبقى بتقول، لكن الراجل بيتكلم، ايه الحقيقه كده؟ لا هتجيب كل فرصه، مش هتبقى كوره، هتبقى حاجه ثانيه. فالحقيقه كده ما تستعجلوش. عنده ثقه ان الاهلي عنده المقاومات وعنده وماشي في طريقه، بس التغيير الكتير. انت ما بتجيب عربيه جديده، عربيه احسن من العربيه القديمه بتاعتك، وجديده بقى وزيرو تلمسها كده تطير، وانت خارج بيها بتهيألك انك هتعمل 30 حادثه. صحيح. تقعد لك يومين ثلاثه كده. صحيح. على ما تحس ان انت بقت حته منك. وعربيه احسن من اللي فاتت بكتير. انما التجانس اللي بينك وبينها، الفكر اللي بينك وبينها، الاحساس اللي بينك وبين بيجي بعد وقت. بيجي مع الوقت. ده ملخص كلام واحد معلم فاهم ده معلم يعني ايه تدريب. طيب مباراه بهذا الشكل بكل ما فيها من تفاصيل، تفتكروا نجمها يبقى مين؟ نشوف باقي بركات وهو يختار نجم هذه المباراة. عايز اقول لك احنا الارقام اللي عندنا كابتن زكريا مطلع احمد الشيخ هو رجل المباراة، ارقامه بتقول كده حلو قوي قوي. هو اللي سجل هدف النادي الاهلي، لعب 77 دقيقه، سدد على المرمى ثلاث مرات، مره 34 تمريره منهم 24 تمريره منهم 20 تمريره صحيحه، دقه التمرير 81%، عرضيتين، راوغ ثلاث مرات، مراوغات ناجحه. ده ايه اللي مكتوبه دي؟ انا مش شايف اني واحده كده. فوز بالكرات الهوائيه، فاز بكره هوائيه واحده، يمكن هو حته الالتحام برضه ناقصاه شويه كابتن فاروق، ولكن في النهايه تعتبر بدايه. لا وشارك في الاداء الدفاعي في كذا كوره، رجع ودافع. باشمهندس احمد الشيخ رجع للاهلي، رجع للاهلي وهو هداف الدوري.
ويبدأ مع الأهلي بالتسجيل. شوف التسجيل، التسجيل ده رزق. ما هي كرة ثابتة يعني، وكرة ثابتة صعبة. هو جابها قبل كده كتير يعني، وكان بيجيبها في الزاوية التانية، جابها في الزاوية القريبة. لكن الإحصائية دي عجباني، لأن الاختيار إحصائي بالظبط، ما فيهوش عواطف بقى بالظبط. لأن ناس كتير تقول لك الشيخ مش عارف إيه، بيبقى اختيار انطباعي، هيبتدوا بقى إيه اللكلكة يعني. ناس مش هو ده الشيخ بتاع المقاصة. هو ده الشيخ بتاع المقاصة. أنت ليه بتبص للشيخ بتاع المقاصة غير إنك كنت بتبص له وهو بيجيب جول أو هو بيرقص ترقيصة؟ لكن أنت دلوقتي في النادي الأهلي بتبص له في مجمل أدائه، مجمل أدائه، والإحصائيات بتنصفه. أيوه. واحد بيجي له 24 كورة يمرر منهم 20 كورة صح، يمرر 3 كور عرضية خطيرة، يجيب جون، كم مراوغة صح. لا، نجم المباراة. الدور الدفاعي ما هو لم يختبر فيه، ما عملوش لأنه ما كانش محتاجه قوي يعني. ومع مرور الوقت ده لعيب موهوب جاي جاي، فمش عايزين من دلوقتي نوقف له على الواحدة بقى. ومطلوب منه الكتير. احنا ليه بقى عملنا لكم هذه الجولة المتنوعة في استوديوهات التحليل المختلفة، سواء من اون سبورت او دي ام سي او النيل للرياضة، كل الاستوديوهات اللي ناقلة للدوري المصري، حبينا نعمل لحضراتكم هذه الوليمة الدسمة في تكوينها بين كل الاستوديوهات وبين اراء كل الخبراء، عشان نساعدكم في تكوين صورة عامة لهذه المباراة. الاهلي تعادل ليه؟ تعادل. طب هل تعادل للاسباب الفنية دي كلها اللي انتوا سمعتوها من كل السادة الخبراء والمحللين، ولا لسبب كان في نفس يعقوب؟ طب قبل ما نروح ليعقوب نفسه، ليا بقى كلام مع شباب المواقع السوشيال ميديا، فيسبوك تحديدا يعني. الشباب بقى قارئ مطلع مثقف، عندهم رغبات إعلامية عايزين يعبروا عن نفسهم، وده حق مشروع ليهم صحيح. لكن كمان عشان تكون مشروع إعلامي لازم تبقى عندك سيطرة على انفعالاتك، على ذاتك، اللي هي ايه بقى؟ انا لا احتكر الحقيقة، انا لا ارى لوحدي الامر يعني. دائما دائما حتى في الحقائق العلمية يعني، انا حضرت مرة مناقشة دكتوراه في كندا، كنت بالصدفة هناك لواحد مصري، الراجل مرضاش يديله الدكتوراه. ليه؟ لانه كان دائما في التجربة هو بيناقش يقول له أيام شور أيام شور أيام شور. فقال له يا ابني مفيش حد شور، مفيش حد شور، محدش شور في حاجة، محدش متأكد. فلحد أنت يو ار شور، ارجع بقى تاني عشان تكتشف إن الحاجات اللي أنت متأكد منها لا، فيها حاجات ممكن تكون مش مؤكدة. أنا لما أجي أعلق عندي ثقافة عايز أقولها للناس، عايز أستعرض نفسي أقولها، واحتمل ان يختلف مع الاخرين، لكن ان تصل احتكارك للحقيقه، انك تتهكم على الاخر وانك تلغيه وانك تشتم في اللعيبه وانك تهاجم لعيبه من دافع حبك للنادي، انت كده بتاذي النادي، انت كده بتضيع ثقه اللعيبه، انت كده بتدي فرصه للمنافس يشمت فيك ويؤذيك انت بقى باللي بتقوله، ياخدوا منك يحوروا ويرجعهولك. ادي الاهلي وادي صفقاته وادي ناسه وادي مش عارف ايه. فارجوكم دايما واحنا بنتكلم احنا لا نتاكد من شيء. انت متاكد من عواطفك، قول هذا رايي وهذا ما اشعر به، انا احب كذا، انا اتمنى كذا. وهي نصيحه، والنصيحه دايما دمها تقيل، لكن يمكن حد يسمعها. إذن هذه الوليمة المتنوعة والمتعددة بين كل استوديوهات التحليل تقودنا إلى الأسباب الفنية في هذه الصورة الكاملة لتعادل الأهلي مع طلائع الجيش. لكن بقي السؤال المهم، هو اللي حصل ده كان بسبب سوء التحكيم ولا سوء الجمعة؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا من خلال الجوله الفنيه الكامله انها ضربه البدايه بالشكل ده، نفوتها المره دي
نعديها للأسباب الفنية، نعديها لظروف لظروف البداية، لافتتاح المسابقة، لتوتر اللعيبة، لهدف مبكر لطلائع الجيش أربك بعض الحسابات وأثار شيء من التوتر والعصبية، نعديها. لكن اللي حصل من أصحاب القمصان السوداء ما ينفعش نعديها. القمصان ولا النوايا؟ القمصان ولا النوايا، خلص الموضوع. طب هو سوء التحكيم ولا سوء الجمعة؟ طب سوء التحكيم وعرفناه، سوء بخت، سوء حظ، سوء أي سوء، سوء على مهلك، لكن أنت أضفت حتة ولا سوء الجمعة إيه؟ مع أن المباراة هقول لك حاجة، المباراة كانت الحد مش الجمعة. بص يا أستاذ إبراهيم، آه هو إحنا ما فيش مناقشة آه أن التحكيم طالما أنه عنصر بشري آه بيخضع للحظة، اللحظة دي الحكم فيها شاف ما شافش، تسرع ما تسرعش، تقدير ما تقدرش، فأول غلطة بنقول سوء تقدير. طب تاني غلطة لا ده سوء بخت بقى، انك انت الحكم عمال بيغلط عليك انت بس. تالت غلطة بقى سوء حظ. انا لا سوء نية. سوء نية. انا شوف انا خدها كده بقى. طب الغلطة الرابعة، لا احنا بقينا في سوق الجمعة بقى، سوق الجمعة حيث كل شيء للبيع. ليه بقى بقول هذا الكلام؟ لاني انا يعني مش عايزين اقول يعني رد فعل الكابتن عصام عبد الفتاح على اوجاع النادي الاهلي ده كلام عايز يتبلع. اشرب، ما احنا شربنا في الماتش ده. لا انت زعلان ان احنا بنتوجع. هو احنا كابتن صدر حفيظ طالع بيقول قدرات، طب عشان تعرف انها قدرات يا رد يا جماعه جابوا لنا والنبي لقطه حكم المباراه ده في ماتش الاسماعيلي مش موجوده؟ لا مش نفس الحكم، مش نفس الحكم. طيب بصرف النظر لما حكم في مباراه الاسماعيلي يعمل كده، ده ينفع ان هو يحكم تاني؟ الكره دي احنا عمالين نتكلم، ولما يجي في استوديوهات التحليل على العمد ووضع اليد في مسار الكوره والمسافه بين اللاعب اللي شاط واللاعب اللي اتشاطت فيه، كل دي المعايير دي ما تديش ضربه جزاء في اللعبه دي. هو المسافه بين عمرو السوليه واللاعب ده قد ايه؟ وبيديها ظهره، بيديله ظهره، يعني بيديها ظهره. فجت بين الابط والذراع، ولمست فخده وهي وهي رايحه. يعني انت لما تيجي في 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 لقطه من ورا هتشوف الكره تكاد تكون مشيت على رجل السوليه، ولكن انت وبمنتهى الثقه رحت حسبتها على الرغم. انا الوم ايضا حامل الرايه، انت شفت ايه؟ انت شفت ايه حامل الرايه؟ ما احنا شفناها من ورا. لا الناس بتحاول تلاقي لها علاقه بذراع اللاعب اللي هي كانت في مكانها الطبيعي، وانا بلف حوديه فين؟ ظهري، وانا بلف حودي دراعي فين؟ بلمه ناحيه صدري. فجت تحت بطي، طب حوديه فين؟ ده انا لو عملته كده ممكن تحاسبني. لو فردت دراعي جنب رجلي تحاسبني، لكن انا بحط دراعي على صدري. طيب اوديها فين؟ يعني ما المطلوب من اهو الدراع اليمين فين؟ فين دراعه؟ الدراع الشمال اللي هو المفروض ده ما جاتش فيه الكوره. الدراع الوضع التشريحي بتاعه ده طبيعي جدا، ما جاتش فيه الكوره. دي راجعه من صدره اهو لقدام. لان لو جت في دراعه ده كانت رجعت في الاتجاه العكسي، او نزلت تحتيه، او طلعت فوقيه، لكن ما تمشيش في اتجاه الدراع. اذا هي جت في الدراع اليمين اللي كان بيحطه على صدره عشان يتجنب انها تخبط فيه. لا يوجد اي نوع من العمد ولا القدره على انه حتى لو جت في دراعه اللي احنا كلنا شايفين انها ما جاتش كمان في دراعه. طب افرض جت في دراعه، طب يودي دراعه فين؟ يودي دراعه فين؟ هي بص في رجله، بص الرجل عملت ايه في الكره؟ رفعتها الى مستوى الصدر. بالظبط، يعني جت في رجله زي الكره الثانيه، زي الثانيه من رجله، زي الثانيه اللي بيقول لك طب هو شاط الكره قلاش جت في ايده هيعمل ايه؟ طب هو بيرفع رجله كده عارف ان هو هيوديها فين؟ ورغم كده من ركبته لصدره. الكره دي عدت مباراه السنغال مع جنوب افريقيا. طيب يا سيدي مش هتعيد المباراه، تقديرك كده خلي معيارك واحد بقى،
يعني انت كحكم اهي بعديها بدقيقه يعني انت حتى ما فيش شعور من جنبك انت من جواك بيقول لك حاجه لسه حاسب ضربه جزاء مشكوك فيها هنا وايه الثقه دي وانت شايف الكوره وانت شايف ان عبد الله ده عبد الله لو ما وقعش ده هو لو تخطى الجون مش هيجي الجون فاضي هو هيقع ليه ها اسهل يحطها في الجون يعني الفاضي. يعني هو عشان هو عداه وقع نتيجه احتكاك عداه والا بص الكوره يعني انا الحكم شايفها كده بالظبط ركبته اهي ركبته اعاقت رجل عبد الله ركبته هو واقف الزاويه دي اللي احنا شايفين بيها انا بتكلم على الحارس يا سيدي انا بكلمك بقى على الحكم الحكم شايف الكوره كده بالظبط وشايف ركبه الحارس فما تقوليش ان طيب ادي تاني غلط يبقى ده سوء بخت في اليوم اللي مش راضي يعدي ده طب قبليها بقى على فكره دي تالت غلطه خلينا ضربه جزاء دفع فيها وليد ازارو ودي رابع غلطه اهو دي رابع ضربه جزاء يا جماعه دي كوره طب قول لي بالله عليك طب بص الكوره اهي المدافع ده بيلعب الكوره في اتجاه مرماه لا ما هو في وش المرمى اذا هو طالع يضرب طالع يناوي اهو المدافع يعني طالع فين وجهه فين ما بيشتتش كره لخارج الملعب ده وشه لجونه عمرو جمال ضد الاسماعيلي السنه اللي فاتت نفس الضرب يعني شيء غريب جدا بنالتي واضح جدا يا ريت جابوا لنا بس الدفع بنالتي تعليمي يعني الحكم حتى لو ما اتعلمش دي من الضربات نفس بس دي بقى ايده مفروده دي اوضح واسهل وفي مواجهه الجون وايده مفروده يعني انت شفت الثانيه لا كمان اصل خد بالك حجم الاستفاده بتاعت المدافع لو ما جاتش الكره في ايده هي قالشه وطالعه يعني رايحه للاهلي يا سيدي ما هي في اتجاه المر في اتجاه الكره منعتها عن احمد فتحي بص يعني لو ما جاتش في ايده احمد فتحي رايح على احمد فتحي فما تقوليش يعني بقى حتى حجم الاستفاده من الخطا ولو هو غير متعمد خطا استفاده كامله انت بمعاييرك انت حسبت دي ضربه جزاء على الاهلي جت في رجل نفس المعيار جت في رجل ومع انه تاني بظهره بقى ومش شايفها وايده ملمومه دي واضحه ويا اخي دي تالت كوره انت عايز ايه عشان كده اللي كانوا بيقولوا ان ازارو لما اتمشى شد بالفانيلا في الانفراد ده طالما اتزانه فقده يقع ما كانش هيديله ضربه جزاء لان خلاص الناس عارفه ان الحكم ده مهما وخلي بالك ان لما اللعيبه المدافعين بيطمئنوا للحكم انه مش هيحسب عليهم ضربات جزاء خلاص بقى الضراوه بتاعتهم في الدفاع خلاص وحريتهم حاسس بالامان بقى في استخدام كل شيء من دفع الى عرقله الى الذراع الى كل شيء بتمنعني حاسس بالامان بتمنعني فنيا ان انا استفيد من فرصي فلما تكون الاولى لا سوء تقدير الثانيه سوء بخت الثالثه سوء نيه اكتر من كده سوء عكاظ سوء الجمعه اللي مباح فيه كل شيء بقى احنا عندنا في البلد سوء الحد والماتش كان الحد خليه بقى انت استنى بقى ايه؟ لا دي الاخرانيه في واحده في الاول واحده مزقوق من ظهره مدفوع من ظهره لقدام مدفوع من ظهره لقدام ودي اعتقد قبل كده يعني طيب الاهلي بيطالب اتحاد الكوره ده بالموقع الرسمي لا استنى بقى احنا كل ده بنقوله ليه هنستعرض لك كل الحالات واحده يعني احنا ده كله بنقوله ليه لان طلع الكابتن عصام عبد الفتاح زعلان من الكابتن سعد عبد الحفيظ وبيقول له جمله غريبه جدا انا بتفرج على زميل هاني حتحوت لقيت الكابتن سعد عبد الحفيظ بيتكلم وانت ما اسمع فسمعت كلامه والراجل قال ما قالش حتى انا واخد حريتي هو عشان عارف انه جهاز فني فمتحفظ فبيقول نعتبرها قدرات نعتبرها ان الحكم ما عندوش القدرات وده اللي قاله الكابتن حسام البدري هو هم بيقولوها بادب لكن هو ما عندوش النيه واخد بالك اربع مرات او خمس مرات يبقى ما عندوش النيه فانت وعلى فكره عشان برضه الناس ما تفهمش كلامنا احنا ملناش دعوه بالمنافس المنافس عامل جيم كويس قوي مش مسؤوليته ان الحكم بيعمل كده تكتيكيا ادى بشكل جيد عمل اللي عليه وطلع بالنتيجه لا ملوش دعوه هو بالحكم فاحنا ما بننتقد كده ما بنقولش ان الحكم كان يجامل المنافس لا احنا بنقول الحكم كان يوميها في حاجه مش طبيعيه شغله
في حاجه مش طبيعيه. ممكن يبقى مش مرتاح لحد في النادي الاهلي، ممكن يبقى في مشكله عنده هي في 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 مشاعره تجاه النادي الاهلي، ملاش دعوه بالمنافس، يعملها معاك مع اي منافس، واخد بالك؟ فانا النهارده عشان بس الناس ايه ما تخلطش الاوراق، نهنئ طالع الجيش على ادائه وانه قدر يعمل مباراه منضبطه امام النادي الاهلي وطلع بالنتيجه اللي هو عايزها، خلاص على جنب. لكن انا بتكلم على تحكيم، انا يا فرحتي انك تقول لي الحكم اخطا. على فكره انا مش شارب قوي حكايه انه ايه الحكم هيتوقف، لا مش هيتوقف ولا حد هيوقفه، لانه بعد ما اتقالت طلعوا قرار يعني طلعوا خبر انه ما حصلش ايقاف، يعني طلعوا متاكد مش هيوقفوا حد يا عم، مش هيوقفوا حد، ده الاهلي اللي ما بيتوقفش حد يغلط معاه، لانه عارفين الاهلي له حدود في الاعتراض، بيترفع الى حد. بس بص يا استاذ ابراهيم، خلينا بقى نتكلم ونفرد الاحداث عشان الناس وهي بتقارن تعرف. في 2015 الدوري دعم الاهلي ازاي؟ الزمالك دعم منه 6 بونت في اول ماتشين، راح الاهلي خسران الرجاء، راحوا حطينا في جو غريب امام الاسيوطي جدا، الاسيوطي جو غريب جدا، يا ريت تجيبوا لنا حاجه لينا ضربتين جزاء ولينا جون صحيح ملغي، ها موسم 2014 ولم يحمي الحكم لعبت الاهلي فاصيب عمرو جمال وخسرناه طول موسم برباط صليبي، ولم يحمى، ده هو في البدايه اجبرك تلعب المباراه في الاسيوطي في ملعب الاسيوطي في ملعب غير صالح، ولم يحمى وليد سليمان فانفعل، ففقدت 4 أو 6 ماتشات انا مش فاكر، يعني مباراه كلها خسائر، وتم يعني اهدار فارق النقاط اللي كان الاهلي ممكن اهو. برافو يا شوارب، بيفكرك يا دي الاهلي والاسيوطي 2014 2015 اهو ضربه جزاء اهي بالايد، والحكم فين؟ في وسطيها، يا جماعه ما تفهمونيش شاهد عيان، اصل الحكم بشر واخطاء تحكيم، شاهد عيان، لا مش اخطاء تحكيم، دي مش اخطاء تحكيم، ده وعي تحكيمي. ايوه وبعدين ما تقولوليش بص بيبعدها ازاي اهو، طب والحكم فين؟ اهو مشترك في بص اهو ابعدها بيده، متعب هيتجنن يا عم، ما قدام الحكم وبعدين جبنا جون حسب اوفسايد. يا استاذ ابراهيم العالم كله ما بيتكلمش في الهري اللي احنا بنقوله ده، اذا اخطا الحكم يخضع للتحقيق، اذا كان تصار عليه علامات استفهام يتعقبوه، وشفنا حكم بيتشطب بعد 7 سنين وشفنا حكم بيتشطب بعد 7 أشهر يعني متابيلا بعد 7 سنين ولا 10 سنين لمتي بعد 7 أشهر واخد بالك؟ وكلهم لهم اكتر من حاسب. اتفرج بقى الشرطه بتاعة سعد فتحي الموسم اللي هارونا فيه ان الاهلي خد الدوري ظلما، ايوه الموسم ده احنا كنا متقدمين اتفضل ده 2008 بص والنبي البنالتي اللي اتحسب على الاهلي بص بص لا هاتها تاني هاتها تاني، ده نزل على ركبه ونص وراح نايم على جنبه وشوف الجون اللي الاهلي بص 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 دي اتحسبت ضربه جزاء ودي ما اتحسبتش ضربه جزاء للاهلي وبعدين سيد فتحي وبعدين يقعد على القهوه في الاسماعيلاوي يقول لهم شفتوا عملت ايه؟ لا ده قاعد في الاستوديو مع علاء وحيد مع التر الاسماعيلاوي ينتقد في الاهلي ايام قناه مودرن سبورت بعديها بشهرين وهو لسه ما اعتزلش فيجي يخسروا الاهلي ماتش في 2-3 ولم يتساوى الاسماعيلي مع الاهلي يقول لك ريشه جامل الاهلي عشان يكسب الدوري، طب ما كان من باب اولى اديتني حق في الماتشات اللي فاتت، ما كانش هيبقى في ماتش فاصل. الكلام ده انا بحطه للكابتن عصام عبد الفتاح عشان يشوفه، لا احيانا سوء النيه لازم يخليك تحقق، لان حد حقق مع الحكم ده؟ حد حقق معاه وهو قاعد مع التر الاسماعيلاوي وبيتهم ان هو حكم عامل ولسه مخسر الاهلي مباراه الشرطه، انه يقول التحكيم بيجامل الاهلي وقاعد مع مشجعين الاسماعيليه وهو صفر ضد الاهلي ماتش كله ظلم في ظلم، ماتش يضحك حققت معاه ادنته ولا الهوى ادنته شطبته ولا الهوى، هو لما طلع وابتدينا الحملات راح مبطل ما يقدرش يحكم تاني. انا نفسي حكم زي احمد حمدي ده
يقول تفسير. يا ريت يطلع يدينا لا ما يقولولناش ما يقولوش لل يقولوا لعصام عبد الفتاح يقول لعصام عبد الفتاح واللجنه ايه تفسيرك لهذه الاخطاء، لانه شماعه ان الحكم بشر تقدر تعلق عليها كل المصايب. بيشوف لون واحد يعني، ما هو اللاعب بشر والاداري بشر وكله، هو البشر بيغلط كلها عندها مشاعر. بس ارجوكوا هو يقول تفسير، هل كل هذه الاخطاء لما الناس كلها اساتذته واساتذه اللي احسن منه في التحكيم هتسمعوا ارائهم دلوقتي مجمعين على هذه الاخطاء، طب هو بسلامته ما احتسبش كل ده ليه؟ وما حددش نفس المعيار اللي احتسب بيه ضربه الجزاء للطلائع بنفس المعيار ضربه الجزاء للاهلي، ايه تفسيره؟ يا ريت يقول للكابتن عصام وللكابتن وجيه والعزب حجاج ولكل كباتن اعضاء لجنه الحكام، يقول لهم ايه تفسيره؟ هل هو بليد؟ هل هو ما شافش؟ هل تحركه غلط؟ هل مش رابط مع المساعدين؟ هل هو عنده نيه؟ هل هو مش حابب ان الاهلي يكسب؟ ايه تفسيره لحجم الاخطاء دي لما يهملها؟ عشان افرض قال ان انا في كل واحده من دول تمركزه غلط، يبقى لا اقعد في بيتكم، لانك انت عايز تتكلم على مسابقه جديده بموسم جديد كان بيجري ورا عبد الله بطموحات كبيره. ايه بقى ايه تفسيرك لكل ده؟ انت عندك قانون خاص بيك ولا انت ايه يعني يا ريت يقول للجنه تفسير لكل هذه الاخطاء. اذا اوضح ضرب الجزاء ما جاتش على هنا بتاعه دفع مش عارف عبد الله السعيد ولا ازارو، غالبا ازارو في ظهره اظن عبد الله السعيد الدفع في ظهره طار. الكابتن جمال غندور قال شفتوا الدفع عملت ايه في اللعيب. هنسمع الكابتن جزاء. طيب الاهلي بيطلب او طلب اتحاد الكره باجاده اختيار حكامه ومراعاه العداله، ده ابسط الحقوق متهيالي، يعني الاهلي لا تجاوز ولا غلط. اطمن الاهلي على معلومه عندي، محطوطه قائمه حكام الزمالك وقائمه حكام الاهلي من دلوقتي. ده هيلعب هنا وده هيلعب هنا، مع ان انا سمعت الكابتن عصام بيقول السنه دي مفيش حكام ملاكي، مفيش نادي مش هيروح لحكام، محطوطه القوائم ومترتبه بيه. اتمنى من جوه الاتحاد بقى. والكابتن حسام البدري قال للموقع الرسمي الاخطاء التحكيميه كانت وراء التعادل مع الجيش، وما يعني ما اضافش جديد الراجل لانه كل الخبراء هيقولوا كده. وكابتن سيد عبد الحفيظ قال التحكيم لم ينصف الاهلي امام الطلائع، طبيعي. مدرب طلائع الجيش بقى كابتن احمد سامي قال الدنيا لم تخلق من اجل الاهلي والزمالك فقط. لا يا كابتن سامي، الدنيا خلقت من اجل العداله بس. يعني انت تظلم الاهلي او الزمالك اكسب، واذا توجعوا يبقى تقول لهم ادخل لبقى. اكسب بس انا عايزك وانت بتتفرج على كل الاخطاء التحكيميه اللي ساعدتك في الفوز، انت غضبت وزعلت من زميله صحفيه في القاعه قالت لك بمساعده التحكيم مدرب، عشان كل واحد فيكم يعملوش حساسيه، انتوا لو مدربين بتلعبوا في الدوريات الاوروبيه لا الاعلام بيمسك المدرب بيشطفه في كل اخطائه، لكن انتوا لما الاعلام بيستخدم اي حق من حقوقه النقديه ممكن تكون انت شايفها سؤال ملون، قد يكون، بس في النهاية المدربين الكبار عنكم قوي قوي بره، لا الإعلام بيقدر فعلا ياخد حقه كاملا، ويقدر بقولك بيشرح المدرب وبيشرح الإداري. اللغة اللي الإعلام المصري بيستخدمها لغة لطيفة جدا ولغة مخففة قدام اللغة المستخدمة في الإعلام الخارجي. لو أنتوا بتشوفوا اللغة بره عاملة إزاي في قسوتها، لا كلام لاعبتنا ومدربينا وإداريينا ما يستحملوش الكلام ده. فمش عشان واحدة قالت كلمة اتقال فيها اللي اتقال اللي انتوا هتشوفوه. لا هي كابتن أحمد سامي دلوقتي هي غلطت معاك خلاص؟ وأنت قلت لي مش هجاوب على السؤال ده. ده رد كافي جدا. مش هجاوب على السؤال ده. إنما يجي لك جلطة ويجي لك معرفش إيه. لا إذا كنت بتشجعي الأهلي وراح زجك باسم الأهلي امسكي عالم عودي في المدرج. إيه اللي خلاك تزج باسم الأهلي يا كابتن أحمد؟ وهو الحلقه اللي فاتت انا شخصيا اشدت لك باحمد سامي كواحد من المدربين الواعدين فعلا. يا سيدي كويس، واحنا حبينا اداؤه في المباراه واحترمناه. صحيح. لكن انت متحامل ليه على الاهلي؟ والاهلي قال لك حاجه؟ هو الاهلي هو اللي قال لك التعليق ده؟ انت في المؤتمر الصحفي انت مؤكد خسرت كتير جدا من ناس كانت بتحبك فعلا. يعني بدون مناسبه كابتن احمد، وانت رجل الوقور اللي ماشي في الظل بقالك سنين، مش بمجرد ما لو بيعمل اسمه بعرقه وبتاعه فعلا شغال. وبعدين انت عملت تعادل مع الاهلي، الناس ما قالت لك كتر خير دي، يعني انت عملت شيء كويس واتكلمت كويس قوي من الناحيه الفنيه. طب انت بتزج باسم الاهلي ولم تخلق من اغلى. طب ما انت لعبت في الاهلي وفي الاسماعيلي،
يعني ايه الاهلي؟ يعني انت لو فضلت في الاهلي كنت هتقول لم تخلق من غير ليه بتقول كده؟ ليه التعليقات التي يتم الزج بالاهلي او حتى الزمالك؟ ليه الانديه دي تتحمل فواتير مش بتاعتها؟ انت يا سيدي افرح بادائك ولما تقول لك واحده باخطاء التحكيم قول لها يوم لك ويوم عليك يوم اتظلمنا من حقك. طيب في تقرير مهم لجريده الوطن قالت هدده اتحاد الكره بالشطب معلومات قد لا تعرفها عن حكم مباراه الاهلي وطلائع الجيش، ده على مسؤوليه جريده الوطن. قالت جدل واسع اثاره احمد حمدي حكم مباراه الاهلي وطلائع الجيش خاصه في الشوط الاول بعد عرقله عبد الله سعيد داخل منطقه جزاء الجيش من قبل محمد بسام حارس الجيش. احمد حمدي حكم بدا في الدوري الممتاز من موسمين حيث خاض 15 مباراه فقط خلال الموسمين الماضيين، وجاء الدور عليه لإدارة مباراة للنادي الأهلي الذي لم يدر له أي مباراة من قبل. حمدي رفض احتساب ركلة جزاء للأهلي في مباراة الجيش اليوم، ده الجرنان النهاردة يعني، بعد عرقلة محمد بسام حارس مرمى الطلائع لعبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء حسبما عبر الجهاز الفني للأحمر ولاعبوه. حمدي تم تهديده بالاستبعاد نهائيا عن التحكيم في عام 2015 بسبب تأخير مباراة الجيش وزعيم الثغر 25 دقيقة من أجل حصول الحكام على مستحقاتهم التي تأخرت عاما كاملا. رغم تهديده بالاستبعاد من قبل أعضاء اللجنة الرئيسية تارة ومن بعض أعضاء اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات تارة أخرى، حمدي أدار 15 مباراة بالدوري المصري منذ بداياته في موسم 14-15 حيث أشهر حمدي خلال مبارياته بالدوري 70 بطاقة صفراء وبطاقة واحدة حمراء واحتسب ركلتين جزائيتين وأدار مباراة كاس وحيدة خلال مسيرته. الجدير بالذكر أن حمدي يعمل محاسبا بجانب عمله في التحكيم بالدوري المصري. طيب يعني كلام جميل. 2015 أخر مباراة كانت أيضا لطلائع الجيش قدام الاتحاد السكندري أخرها 25 دقيقة لانه سيادته كان عامل اضراب، كان عامل اضراب ورافض يبدا المباراه علشان الحكام يحصلوا على مستحقاته، مستحقاته مشروعه محدش قال حاجه، لكن وقتها لو تفتكروا من سنتين الناس كلها كانت منتقده ان الحكام يمتنعوا عن اداء مباراه وكانهم احنا بنتكلم على عمال في شركه بتضرب او بتعمل احتجاج فئوي، ساعتها الناس لامت الحكام ولامت اتحاد الكره على تاخره في صرف المستحقات، لكن جريده الوطن بتذكر بالواقع يا باشمهندس. شوف يا حبيبي انا بس في حاجه برضو عايز اكلم الكابتن عصام الذي احترمه كثيرا جدا وارى انه الراجل بيتعب مش عايز اناقشه، وهو بيني وبينك تجد هو كمان طلعان عينه يعني هو لما بيجي يدي حكم زي ده فرصه نفسه الحكم ده ينصفه طبعا فبيحرجه طبعا. لكن خليك بقى وانت بتتكلم يا كابتن عصام ما بتديش امثله تخلي الانسان لازم يناقشك فيها. اما يجي انا شفته برضه في بيرد على الكابتن سيد عبد الحفيظ برضه في نفس اللقاء مع طب ما تسمعه هو جبتوها عصام عبد الفتاح يرد على الكابتن سيد عبد الحفيظ النهارده نسمعه. لا دي غير لما يحصل خطا الناس لازم تتعلم ان الاخطاء وارده. انا ما انا ما عنديش ملايكه زي الانديه ما بتجيب صفقات كده الجماهير ما بتبقاش راضيه عنها وتبيعها بعد كده او تسيبها ببلاش. اوقات يبقى انت مش كل الاختيارات عندك هتبقى 100% او كل التوفيق بيحالف اللعيبه 100%. اوقات في بطولات بيختارها الاهلي والزمالك نتيجه لان اللعيبه مش في يومهم او اللعيبه مش التوفيق مش محالفهم. التحكيم كده اتفرج على دوري الابطال اوروبا باريس سان جيرمان وبرشلونه حكام عالميين واخطاء كارثيه. اتفرج على ريال مدريد وبايرن ميونخ. احنا ليه بنقف عند نقطه معينه؟ انا اول واحد اعترفت انه هناك اخطاء وان الحكم لم يجانبه. انا الحقيقه يعني ماشي بجرأة حضرتك كابتن عصام في مواجهه الامور يعني انما للاسف الشديد هناك من اساء للتحكيم واهان التحكيم بشكل غير عادي وانا اخد حقه هناخد حقنا منه من لجنه المسابقات ولو ده ما تمش انا همشي استقيل. حضرتك بتتكلم على مين بالتحديد يا كابتن ايا كان ايا كان احنا بنجتهد انما لما حد يوش انا ما اقدرش اشكك في النادي الاهلي اقول له انه جاب طبقات مضروبه او ان المدرب تعبان او ان انا اهين اي حد مش ممكن لان احنا في مجال
لازم ننجح كلنا مع بعض. محتاج تكاتف وده صحيح. بيتكلم في تقليل في شأن الحكم، في تقليل في شكل تطوير التحكيم. خلاص تعالوا تمسكوا بقى التحكيم. الله. وناس تانية على الجانب الآخر بيهددونا يقول لك مش عارف ايه لو ايه، احنا رجاله. انا راجل بقول للمسؤولين اذا كان في الاهلي والزمالك اللي بيشتغلوا في لجنه الحكام رجاله وحكام مصر رجاله، ولا هنخاف من ادخن شرم منكم في ايه؟ احنا بنشتغل بمرض الله، بنشتغل بدون اجل، وبنحاول نعمل حاجه للتحكيم المصري بكل امانه. اللي مش عاجبه يجيب حكام اجانب. طيب يعني خلاص ده كابتن عصام مع كابتن اشرف ممدوح النهارده النهارده في قناه القاهره. بص يا ابو استاذ من النبي يا استاذ ابراهيم سيبني بقى احسن، انا واخد بالك انا ما يهمنيش مع فلان ولا علان، انا يهمني اللي قاله امبارح ده. النهارده بيقول ها امبارح كان اكثر حده بس طبعا ما نهاش بالاسلوب العنيف ده وبالتهديد ده. ايه رجاله؟ احنا رجاله يعني هنخش خناقه كابتن عصام في ايه؟ ولما انت كراجل ماسك ميزان العداله وتنفعل هذا الانفعال وتهدد، لا سيبها سيبها، انت بتهدد الاهلي والزمالك كده، انت بتهددهم. وهذا الاحساس ان احنا رجاله انت نقلته للحكام بتوعك، وادي نتيجته ان الحكم نازل يتمنظر على النادي الاهلي، نازل يستفزه عشان يقول انا ما بيهمنيش وانا ورايا راجل يحميني. هو ده اللي حصل. انا عايزه يحميه في العداله. انا لما بقول لك انا لما بقول لك ان لا بقى ما كانتش السفاره طبيعيه امبارح، كان وراها كل المعاني اللي شفناها من الكابتن عصام عبد الفتاح. انت راجل وكل الناس رجاله اللي بتتعامل معاه، لحد بيهددك ولا مسموح لك تهدد حد؟ دي حاجه. زهقان من شغلتك سيبها، انت اللي تسيبها مش احنا اللي نعمل ايه. انت جاي بتقول مثل غريب جدا يا كابتن عصام. كابتن عصام بيقول لك في تلقيحه بقى، بس امبارح كان بيوجهها وش للكابتن سيد وبيقول له هو انا بقول لك انت جبت الصفقه الفلانيه بايظه ولا اللعيب ما نجحش معاك ولا مش عارف ايه؟ يا كابتن دخلت بقى كابتن عصام ما تضحكنيش. انت النادي الاهلي او الزمالك او طلائع الجيش او الاتحاد السكندري يجيب صفقه تنجح معاه تشتغل معاه، دي من جابه بتأثر عليه هو لوحده وعنده آلية حاسبه. خليني احسن انا خلاص لحد هنا يا استاذ ابراهيم. طيب. تعمل معروف اتفضل. عنده مش آلية حاسبه، ده مش شغلك، ملوش علاقه بيك، لا يؤثر عليك انت كحكم، لا يؤثر على حكامك. هو بيجيب صفقه دفع فيها فلوس كتير، جمعيه العموميه تحاسبه، مجلس الإدارة يحاسب المدير الفني اللي اختار، حاجة داخلية هو اللي بيتأثر بيها وعلى حسابه. لكن سيادتك لما تجيب حكم تجرب فيه في الأندية ويضرها، لا ده مش على حسابك، ده مش على حساب حضرتك ولا مسموح لك بيه. أنت كده على حساب الأندية اللي بتصرف ملايين وعلى حساب مستقبل مدربين ومجالس إدارات قد يطاح بيها عشان الحكم بتاع حضرتك يغلط خمس غلطات في ماتش، وتيجي تقول لي ما تتكلمش واحنا رجاله. يا سيدي انت راجل وعلى راسنا من فوق، لكن ايه علاقه دي بانك تهدد الناس وتقول لهم حاسبه؟ حاسب ناسك الاول. انت ما تفهمنيش انك بتدير مجموعه من الملائكه. كل حكام العالم اهو بيتحقق معاهم ويطلعوا مش مظبوطين وبيتوقفوا ويتشطبوا، الا انتوا دفاع 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 دفاع. هات لي حكم كده حققتي معاه، جبنا لك حكم متلبس السيد فتحي وقاعد مع مشجعين لابسين فانيلا صفرة بعد ما حكم مباراة فاضحة وخسر الاهلي لكي يلحق به الاسماعيلي في 2008-2009 وهو قاعد في استوديو تحليلي، قلنا لك اسمه واسم المذيع وهو بيقول التحكيم وما زال يمسك الصفارة وهو بيقول ان التحكيم بيجامل الاهلي. حد عمل له حاجة؟ ولا حد عمل له حاجه. لما بنطلب منك ايه؟ احنا بنقول لك احنا بنتوجع يا اخي، احنا بنقول لك حقق مع الحكام ووصل للنتيجه اللي انت عايزها. لقيتهم والله معاييرهم مزدوجه في المباراه الواحده، في المباراه الواحده الرجل اللي تطلع بالكره للايد المفروض قد كده تمنع الكره من الوصول لاحمد فتحي عشان ينفرد، هنا تتحسب وهنا لا وتحسب لي واحد تاني
في مسافة أقل، رغم أن الكرة دي متشطة من بعيد، لكن كرة عمرو السولية بينه وبينها مترين أو ثلاثة ومتشطة بقوة، والراجل لف بجسمه حط إيده جنب صدره عشان يتفاداها، فتخبط في صدره أو في إيده حتى، ما مش عايز أناقش دي، أنا شايفها في صدره، أنت شايف، بس لمست ركبة ورك اللاعب أهو يا سيدي. أدي سيد فتح، أدي الحكم اللي ما سمعناش عنه أي حاجة، عشان تفضلوا تشككوا في بطولة الأهلي في هذا الموسم عشان لعب ماتش فاصل. لولا هذه المباراة كان الأهلي لعب ماتش فاصل، بتتكلموا في إيه؟ وبيقول إيه هنا الحكم؟ بيقول الأهلي الحكام بيتجاملوا، زمايله بيجاملوه، زمايله وهم ماسكين الصفارة لسه معاه، حد حاسبه؟ لا، مفيش ملايكة عندك، في ناس لما تغلط تتحاسب وتحقق معاها وتعالى. انا لما بقى كوره في الماتش وازودها قوي معاك، لا تقدر تقول كلمتين من دول بس، برضو ما فهمش اللغه دي. انت كمان مش هتهدد الانديه يا كابتن عصام، حتى لو انت عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، كل الانديه لها هيبه، كل الانديه مش الاهلي، لا تتحدث مع مسؤول الانديه بهذه اللغه إذا كنت زهقان ومش قادر سيبها لغيرك. وأنت كعضو مجلس إدارة ماسكها ليه؟ أنا عايز أعرف كيف لعضو مجلس إدارة ينزل لمستوى العمل التنفيذي، ماسكها ليه؟ عشان ما نعرفش نتكلم معاك؟ ما عندكش حصانة. بعد حصلت واقعة ليها علاقة بالتحكيم، هنسمعها للكابتن أحمد سامي اللي لازلنا بنرى أنه في مشروع مدرب جيد، والحلقة الماضية أشادنا بتجربته وفعلا حد بيبني مشروع مدرب كويس، لكن اللي حصل منه من انفعال شديد قوي ضد زميلة صحفية في مستهل المؤتمر الصحفي امبارح نشوفها، وبعد كده نشوف هي الزميلة دي لما قالت له بمساعدة التحكيم كانت مجرمة فعلا ولا خبراء التحكيم قالوا ان هي صح. نشوف الاول الواقع وبعد كده نشوف خبراء التحكيم. يعني طبعا وده طبيعي جدا الشوط الثاني ان الاهلي يبقى حاول يجيب جون، وان الفرقه برضو انت عارف برضو الشخصيه، برضو شخصيه اللعيبه عايزه تحافظ على الجون، فحصل طبعا تراجع شويه الشوط الثاني، بس الماتش طلع زي ما انا عايز. يعني التحكيم اللي ساعدك؟ انا مش هرد عليكي، انا مش هرد عليكي بصراحه، انا مش هرد عليكي عشان ده كده مش في المضمون خالص، ما حدش بيساعدني خالص، خلي بالك. لا انت وجهه نظرك تقوليها هناك في الجرنان بتاعي، ما تقوليش عندي انا. وجه كلامك ليا لا لا لا، انت بتتكلم كلام ما لهاش دعوه بالصحافه خالص. فين التحكيم اللي ساعدني؟ ما تروحي طب تقود التحكيم لو انت جدعه، كنت تقودين انا راجعينتي ايه؟ راجعينتي ما ترجعنيش انا. انت محروق دمك ليه؟ محروق دمك ليه يعني؟ محروق دمك ليه؟ ما انا مش عارف محروق دمك ليه، ده الطبيعي، ده انا كويس ان انا ما كسبتش. كابتن احمد، كابتن احمد، كان زمانك بقى جالك جلطه. لو سمحت وجه كلامك ليا، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت. بقعدي في المدرجات شجعي، ما تجيش دعوه بالصحافه. انت ما تجيش دعوه بالصحافه، تقعدي ماسكه العلم نادي الاهلي وتشجعي. كابتن احمد، انت مش فير على فكره. خالص. يعني هي قالت له بمساعدة التحكيم أو التحكيم ساعدك، هل التحكيم ساعد أحمد سامي في أنه يتعادل؟ هل تحتاج منه كل هذا الانفعال وهذا التجريح وعدي في المدرج ومسك علم أحمر؟ هو لحد دي يا أستاذ إبراهيم، ولو الأهلي كسب كانت جات لك جلطة؟ لا، إيه ده بقى؟ لو كان الأهلي خسر، لو الأهلي خسر كانت جات لك جلطة. هو يعني أداؤه وهو بيحلل الفني عجبني، يعني متزن وكويس. هي قالت له سؤال من وجهة نظره واستفزه، بدأ معاه كويس جدا، مش هجاوب على السؤال ده. ايه علاقة كلامك ده ها بيا؟ انت اكتبيه، ده رأيك، اكتبيه، ما توجهوليش انا، تنتقديني انا هنا. ما هي ما انتقدتوش، هو هنا النقطة، هي قالت كلمة التحكيم ساعدك. التحكيم ساعدك، انا قد اتضايق وانت تتضايق من حاجات مماثلة، واخد بالك، بس المسؤولية تخليك ايه، ما تزوجش باسم الاهلي. انت زجيت باسم الاهلي ليه؟ هو الاهلي اللي بعتها تسأل السؤال ده، تمسكي علم وتقعدي في المدرج؟ طيب
التحكيم ساعدك ولا لا يا كابتن سامي؟ والكابتن عصام عبد الفتاح بالرجوله اللي بيهدد بيها ورجالته، هل بالفعل خبراء التحكيم ورجاله التحكيم؟ انا الجمله دي مخوفاني جدا على ما هو ياتي من المباراه. نشوف بقى واحد من رجال التحكيم الكابتن جمال الغندور في تحليله لاداء، نشوف الاول الكابتن احمد الشناوي وهو ايضا احد خبراء التحكيم وله باع دوليه طويله في اون سبورت، نشوف احمد الشناوي. نشوف بقى الحالة هنا بالشكل ده. طبعا انا وقفت والحكم هنا من مكانه اكيد هو شايف حاجة، منقدرش نقول ان هو مش شايف، هو شايف واكيد اللعبة دي، يعني عشان برضو نكون احنا منصفين، انا عايز اقول ان اللعبة دي هي ممكن لمست في الدراع اليمين من تحت البط كده، وبعدين جت على بطنه بصدره نزلت قدام، لكن الدراع الشمال ما لمستوش، اللمس كله في الجزء الممكن اللي هو الكوع المتني ده بالايد بتاع اليمين، ممكن تلمس كده ليه؟ لانها لو جت طب الكوع المتني ده يعتبر جزء من الجسم. مين؟ الكوع المتني ده. لا الكوع المتني ده بينالتي ولا بينالتي؟ كده كده تبقى لمسه يد خاص جت. يعني انت مقتنع يعني ضربه جزاء؟ انا مقتنع انها كده تبقى لمسه يد، لو في تلامس للكره، الكون انا جت في الاول هنا وبعدين بتيجي في الصدر تنزل قدامه وما جاتش في الايد الثانيه، اذا هناك في تلامس، فهنا ركله الجزاء باللي احنا شايفينه قدامنا كده بالبوز اللي انا عامله ده. فخلاص يعني انا مش عايزين، وهو خاصه قريب وشايف، عشان برضه نبقى يعني منصفين، لان زاويه الكاميرا والرؤيه دي هي احنا بنحللها. بص بص الايد بالشكل ده وهو قريب جدا على مقربه، فطبعا هنا قرار. هنا بقى اللعبه دي في ناس تقول ده التحام طبيعي، لا انا الاعادات كلها دي ما تهمنيش، انا جاي عامل عند اعاده معينه، هتلاقوا انه حارس المرمى يا كباتن بينزل، هتلاقوا الركبه بعد كده بتعلى، بصوا هنا بقى، بصوا بينزل، بص الركبه بتطلع اهي، خلاص الرجل طلعت عليت عشان تعمل ايه؟ الاعاقه العرقله بتاع العرقله. يبقى اذا العرقله موجوده خلاص هي دي ركله جزاء ما فيش فيها كلام، يبقى هنا قرار الحكم هنا رغم ان هو كان قريب والحاجات دي كلها، لكن هو ما شافش، مش عايز اقول انه مش ممكن يكون شاف الشكل ده وهو ما حسبش. نيجي بعد كده للحاله اللي بعد كده، اهي باينه جدا اهي بيعدي اهي، لكن هو ممكن كان بعيد، زاويه رؤيته مش موجوده. طبعا الالتحامات دي يا كباتن عايز اقول التحامات كره قدم ماشيه. الحاله اللي بعد كده ايه ده؟ لمست اليد، وانا عايز اقول للمساعد يعني هو الحكم ما شافش، واضحة جدا يعني كان لازم المساعد يديله، واضحة جدا اهو. في ناس تقولك لا هنا اللعيب باد كنترول. كابتن احمد الشناوي ضربة جزاء، الطلايع ضربة جزاء، بس الاهلي له ضربتين جزاء. ايه رأيك بس كابتن احمد سامي؟ قال ان الحكم شايفها لا، بين الحكم لعيب من النادي الاهلي وسلية، هو خدها بالاحساس. نشوف كمان الكابتن جمال الغندور. نروح لأول حالة من الحالات الجدلية الكبيرة في المباراة، هنشوف عرضية وهل هناك، ما سبب سقوط اللاعب؟ إذا لقينا اللاعب كان في الأمام وحصل التحام هنتكلم عن التحام طبيعي، لو كان في الخلف يبقى هو اللي عمل الفاول. هنا ايه اللي اسقط لاعب النادي الاهلي؟ هل ده التحام طبيعي؟ هل تسبب لاعب النادي الاهلي في هذا الخطا؟ هل الالتحام بالجسم ام باستخدام اليدين؟ اعتقد ان الصوره واضحه تماما ان هناك استخدام لليدين معا، وبالتالي هذا دفع، والدفع في كره القدم هو خطا من الاخطاء التي تحتسب على اثرها ركله حره مباشره. إذن هناك ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء تكون ركلة جزاء. نشوف حالة من الحالات السهلة وركلة جزاء لم تحتسب لصالح عبد الله السعيد. هناك مبدأ بنتكلم عنه دايما سواء على الأرض أو في الهواء، طالما أن المهاجم نجح في لعب الكرة أي تلامس معاه يعاقب عليه حارس المرمى، تلامس واضح بغض النظر عن انه يبين او ما يبينش، احنا بنتكلم هنا عن اما انه عبد الله السعيد تحايل او انه الحارس لمسه، واللمس هنا يسقطه وبالتالي ركله جزاء سهله لم يحتسبها الحكم. يوم السقوط ويوم منطقه الجزاء
هنشوف مع بعض هنا هل هناك خطأ أم لا. استمر اللعب، هل هناك خطأ وأتاحت فرصة أم أن الحكم لا يرى أن هناك خطأ. هنحاول نشوف اللعبة مرة تانية. ارجع بقى للقطة دي، السؤال من لعب الكرة؟ لاعب الأهلي. ماذا فعل لاعب طلائع الجيش؟ ضرب، ضرب اسمه ضرب بالرأس في الرأس، ضرب الضرب الرأس في الرأس، هذا لا يمكن أن نتحدث فيه عن الالتحام الطبيعي. نفس الشيء، ارجع للصورة دي ونيمهم الاثنين على الأرض، يعني اعكس الصورة خليها بالعرض زي لعبة حارس المرمى لو عظيمة جدها لي تاني بعد إذنك. هي نفس المنطق، نفس المنطق في احتساب الأخطاء. نحن نسعى للعب الكرة احنا الاثنين، واحد لعبها والتاني اصطدم بيه، يعاقب اللاعب اللي اصطدم. اللاعب اللي حصل على الكرة هو اللي هياخد الميزة. عيد لي ركلة الجزاء بتاعت حارس المرمى بعد إذنك يا عظيمة عشان نحط نفس المبدأ. اللي فوق في الهواء زي اللي على الأرض بالظبط، أنا بلعب الكرة، أنا وصلت للكرة وإنت ما وصلتش للكرة، إنت اللي هتحاسب على أي، أنا بقول هنا إيه، أي احتكاك، ما قلتش ضرب، أي احتكاك. دي ركلة الجزاء كلنا متفقين عليها. نفس الشيء لو الكرة في الهواء وحارس المرمى طلع يلعب بإيده واللاعب وصل للكرة وحارس المرمى احتك بيه، احتك بس، لكن أنا شفت هنا ضرب في الرأس. إذن هناك هات بقى التانية اللي يتحسب تحت على الأرض، هنا هو اللي يتحسب فوق. هات لي بقى المقارنة باللعبة التانية بعد إذنك يا عظيمة. أيوة نفس الشيء، هي نفس الشيء، ما أقدرش أتكلم عن احتكاك طبيعي في ضرب رأس في الرأس. إذن هناك ركلة جزاء أخرى في هذه الحالة. أربع ضربات جزاء واضحة وضوح الشمس. فلما نيجي نقول لك لا وزعلانين ما تهددناش وما لهاش دعوة الرجولة في الرجولة بقى أنك تعترف بالخطأ. الرجولة تقول هحقق. الرجولة تقول أن على قدر المسؤولية، مش تهدد. لأن منزعج جدا أستاذ إبراهيم، أنا مش عارف إزاي الأهلي أو الزمالك هيتحملوا التحكيم الموسم ده بعد التهديد ده. إحنا مش بيهمنا حد، دي رسالة بيديها الحكامه، تحاملوا واعملوا اللي انتوا عايزينه. انا عايز ما يهمكش حد في الحق وفي الحساب وفي العقاب لاي حد مخطئ. نشوف الكابتن رضا البلتاجي. الحلقه هي يا فندم عبد الله السعيد وبيخش عليه محمد بسام. انا اتفوق بس انا خطا الخطا الحكم، انا مش داخل هنا في الريق، يعني انا مش هجيب حاجه زيها لما اقول لك يا ريق. انا عاوز اللعبه دي خلاص. مين اللي الكوره؟ يبقى خلاص ما تعملش الكوره. انت تحت المرمى انت المفروض يكون في قراءه من الحكم، قراءه يعني خلاص احنا اتفقنا وسلمنا وانت قلت اللي انا قلته هو انه عامل اثناء المباراه. حتى لو حسبنا نقطه كمان بتطلع من اللي فوق عشان تعرف. انا عايز اجيب اللعبه من الاول واقول لك يعني ملاحظه عندي هنا. لا من الاول خلاص يا كابتن مصطفى عرفة. اوكي يعني دي بتقول ان فيها ركله جزاء. مش عايز اتكلم خلاص، دي اللعبه الاسهل وركله جزاء الاسهل. دي اللعبه الثانيه. لغايه وقت الصغيره. مين لعب كوره؟ الشيخ. اللي لعب احمد الشيخ. احمد الشيخ مش فرانك. احمد يعني انا ممكن اوديها يعني هذا من البسيط. اهو. تاني يا كابتن اهو. هي كده لعبه؟ من جوه الارتقاء فوق دوت من جوه من جوه ايوه ايوه من جوه من جوه طبعا في مغامره في مغامره في مغامره في مغامره في مغامره كل حكام تحت تفاول على 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 المدافع اللي جوه اللي ما لعبش كوره. يعني دي من الاخر ضربه جزاء. خلي رايك كده يبقى كده في رايك كده. يعني الشناوي الغندور البلتاجي يا كابتن عصام، خد كمان نصر عباس. هي مع حضرتك يا كابتن بعد اذنك. هنمشي الاول الاتحاد بتاع النادي الاهلي اللي هي العمر السوليه. مظبوط يا كابتن، هي دي يا كابتن امام حضرتك. تمام. هي طبعا ممكن ما بتشافش. هقف هنا بس كده. هقف هنا. شوف يا كابتن، اولا هنا في تسديد من اللاعب المهاجم من لاعب طلائع الجيش. نشوف هنا في حاجه اسمها الكره الغير متوقعه يا كابتن وليد، يا كابتن ربيع، يا كابتن محمد.
الكره اللي اسمها ان انسبكتد بول اللي هي الكره الغير متوقعه اللي هي ممكن بتيجي في رجل اللاعب وتيجي في ايديه او تيجي في جسم اللاعب وتيجي في ايديه. هنا اولا في هذه اللعبه اولا هي ما جاتش في ايديه خالص اولا اصلا ما جاتش في ايديه خالص. انا عاوز اقول ايه حتى لو جت في ايديه هنا كان يجب على الحكم ان يقوم باستمرار اللعب او يامر باستمرار اللعب، لان هنا بنقول ايه حتى لو جت في ايديه كابتن ربيع هنا حاجه اسمها الكره غير متوقعه. انا مش متوقع كلاعب مدافع ان الكره تيجي في ركبته وتيجي في ايديا، ولكن هنا انا شايف هنا في الحاله ديت هي الكره جت في الرجل ثم جت في صدر اللاعب عمرو السوليه، وبالتالي هنا انا بعيب على الحكم في احتساب هذا القرار بركله الجزاء لان هو كان عنده مشكله في عدم فتح زاويه رؤيه بالظبط. كابتن على فكره الرؤيه اللي احنا بنشوفها دي كابتن من كاميرا اصلا من ورا كمان، يعني مش يعني دي واضحه ان هي ما جاتش في ايده من الكاميرا اللي ورا، ما بالك هو بقى في نص الملعب كابتن دي. تمام تمام. اللعبه اللي حضرتك بتتكلم فيها هي نفس اللعبه اللي هو احتسبها الكابتن احمد حمدي. زي ما قلنا يجب ان يكون المعيار واحد يا كابتن وليد يا كابتن محمد يا كابتن ربيع، المعيار واحد. انت حسبت الاولى نتيجه ان هي جت في القدم وجت في الايد زي ما انت قلت، طب ما هنا نفس الشيء الكره اصطدمت بالقدم ثم اصطدمت بالايد، يبقى هنا الاعتبارات هنا المفروض تكون واحده والمعيار يكون واحد. وبالتالي هنا لو انت حسبت الاولى كان يجب عليك انك انت تحسب الثانيه اللي هي على مدافع الجيش. انا يعني اسهل عليك المهمه كابتن محمد في عبد الله السعيد وفي تقريبا احمد الشيخ. دي عبد الله السعيد يا كابتن امام. دي عبد الله السعيد. اولا هنا الراجل راح من الناحيه العكسيه، ودايما بنقول لحكامنا لما بيكون في مهاجم وحارس مرمى يجب عليك انك انت تفتح في الناحيه العكسيه عشان تخلق لنفسك زاويه رؤيه واضحه. هنا عبد الله السعيد نجح في لعب الكره تمام ثم عدى. هنا الحارس طبعا هنا في القدم وفي الركبه، لعبه من الالعاب السهله جدا، ركله جزاء سهله، وزي ما قلت لحضرتك هو كان يجب على الحكم ان يفتح زاويه رؤيه ناحيه الشمال علشان يقدر يشوف الاصطدام اللي تم ناحيه الركبه. هنا الركبه هي تصطدم برجل بقدم عبد الله السعيد، وبالتالي ركله جزاء صحيحه لم تحتسب للنادي الاهلي نتيجه البعد الحكم عن الحدث ونتيجه عدم فتح زاويه رؤيه الناحيه العكسيه لناحيه الشمال. هنا بقى كابتن هنا بنقول ايه؟ هنا خلي بال حضرتك هنا في حاجه اسمها في القانون الدفع الخصم، الدفع. وهنا اولا اللاعب اللي هو طلع الجيش اللي هو لاعب المدافع لم ينجح في لعب الكره نمره واحد، ثم دخل دفع في ظهر احمد الشيخ دفع هنا باهمال، دفع في الجسم ودفع في الراس، وبالتالي كان يجب احتساب ركله جزاء لصالح احمد الشيخ نتيجه الدفع الواضح جدا جدا. لان عاوز اقول هنا كابتن وليد ان هو اللاعب لم ينجح كمان في لعب الكره لاعب المدافع بالظبط، وبالتالي نجح في لعب الكره واحمد الشيخ. وانا مش مسؤول عن ان اللاعب المدافع يكون عنده اهمال ويلعب باهمال، انا مش مسؤول عن دخوله ده في اهمال وتهور وكل حاجه قدامي، وهي الدفع واضح جدا جدا في المخالفه، وكان يجب احتساب ركله جزاء لاحمد الشيخ. خمس اخطاء تحكيميه مؤثره، ضربه جزاء على النادي الاهلي وانا قلت لكم جت في ركبته وجت في باطه ونزلت قدامه، جت في ايده يا سيدي لا يمكن تتحسب، لان اللي حول الكوره لصدر اللاعب او لكوعه كرة كانت ماشيه كده خبطت في رجله ورجعت على صدره، فخبطت في ركبته وجت على صدره، يبقى اذا يعمل فيها ايه؟ الحكم كان شايف؟ لا ما كانش شايف، كان بينه وبين اللعبه لاعب من النادي الاهلي وهو خدها بالحدث والتربص. اثنين، ضربه الجزاء الواضحه جدا اللي بيقولوا ما شافهاش، لا ده كان بيجري سبرنت وما فيش بينه وبين اللعبه اي لاعب، يعني لا يوجد ما يحجب الرؤيه عنه لانه كان بيجري ورا عبد الله السعيد. اهو الحكم اهو، قولوا لي بقى مين اللي حجب عنه الرؤيه؟ محدش، اهو ووصل ساعه اللعبه. فهذه اللعبه عارف هو ما حسبهاش ليه؟ لان لو حسبها لازم يطرد حارس المرمى، هذه المشكله. فما هو مش عايز يطرد حارس المرمى لكن يحسب ضربه جزاء مشكوك فيها مش متاكد منها، ويلغي ضربه جزاء راها رؤيه العين ولم يحتسبها فيها طرد لحارس المرمى، وبعدين اللي نفس ازدواجية المعايير جت في ايد اللاعب في رجل اللاعب وطلعت على ايده المفروده في مواجهته ومفيش زحمه شايفها 100% فيقول لك اصله ما يقدرش يتفاداه، لا اللي لف ظهره وجت في ركبته هو اللي يقدر يتفاداه. ثم دفع وليد ازارو باليدين قبل كل هذه الاحداث ضربه جزاء مؤكده، ثم اللعبه بتاعت احمد الشيخ ضربه جزاء مؤكده. اذا غلطت مره سوء تقدير، اذا غلطت ثانيه سوء بخت، اذا غلطت ثالثه سوء نيه، اذا غلطت رابعه سوء الجمعه وسوء الثلاثه وسوء العكاز وسوء بس. سؤال يا جماعه خليكم واخدين بالكم، ابتديناها بالكابتن صالح سليم
وسر عظمة الأهلي وانتهينا بيها. هتقولوا إيه سر عظمة الأهلي في هذا التربص؟ إنه بعد كل اللي بيشوفه ده بيكمل وبيمضي وبينجح وبيحقق بطولات ومش بيتهاوش ومش بيتهدد. الأهلي عظيم يا كابتن عشان هو عظيم بيكسب، بيكسب عشان عظيم، مش عظيم عشان بيكسب. أعتقد وضحت الرؤية. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الخميس القادم إن شاء الله. أصبح على خير.